بدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده واضح يا دكاترة؟ ايوه واضح. وانتوا عرفتوا طبعا ان شاء الله الكورس بتاع الكاردو ريسبيراتوري فيتنس هو مقسم الى 3 بلوكس، يعني كل بلوك 3 حالات. البلوك الاولاني ريسبيريشن اللي احنا بنبتدي بيه دلوقتي، البلوك الثاني كارديو فاسكولار، البلوك الثالث هيماتولوجي بلاد. يعني احنا كل بلوك 3 حالات، وبين كل بلوك والثاني عندكم اسبوع ريست تمتحنوا بعديه، يعني في اسبوع انترفال كده تمتحنوا كويز، يعني في كويز على الريسبيريشن، كويز على الكارديو فاسكولار، وبعد كده بعد البلاد هنمتحن فاينل بقى. يعني فاينل هيبقى على المنهج كله طبعا، يبقى البلك الرئيسي هيبقى هيماتولوجي طبعا، لانه ما امتحنتوش فيه كويزات اللي هو الاخير ده، هيبقى فيه ممثل قوي في امتحان الفاينل. ودي حاجه كويسه ان الهيماتولوجي ممكن لو عملنا يعني ريشيال كده، يعني النسبه بينهم يعني ريشيو بين الثلاثه، هو الهيماتولوجي هو ابسطهم، ابسط من الريسبيريشن والكارديو فاسكولار، هو اسهلهم يعني. فدي الفكره، فده نظام الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. regarding the physiology of respiration. physiology of respiration، احنا عشان نتنفس اولا لازم اعرف ازاي انا بتنفس، وايه الحاجات اللي بتتحكم فيا، وايه العوائق اللي ممكن تعوق عمليه التنفس دي. فاحنا بدايه هنشوف ازاي بنتنفس، وهندرس الميكانكس وانواع البريشرز اللي موجوده داخل منطقه الصدر وتتحكم في عمليه التنفس، وهنشوف الشغل اللي بتبذله الرئه عشان احنا نتنفس، الورك اوف بريزنج، الشغل اللي بتبذله الرئه عشان نتنفس. والميكانكس اللي هو كيفيه التنفس على المستوى الطرفي، يعني ايه اخبار الشيست اثناء الشهيق والزفير، وتغيرات الضغط في منطقه الصدر اثناء الشهيق والزفير، وايه الشغل اللي بتبذله الرئه عشان نتنفس. لازم نغطي في المحاضره دي ان شاء الله definition والfunction بتاع different process of respiration، مراحل مختلفة لعملية التنفس. understand the respiratory mechanics اللي هي الآلية بتاعت التنفس، آلية التنفس، بس دي على المستوى الطرفي. لما أقول الميكانيزم يبقى أنا بتكلم على المستوى السنترال ميكانيزم اللي هو على مستوى المراكز في المخ، لكن الميكانيكس دي أنا هوصف بس الشيست اللي هو القفص الصدري أثناء الشهيق والزفير على المستوى الطرفي، يعني العضلات وكده يعني. طيب العلاقة بين الاتموسفيريك والانترا الفولر والانترا بلور بريشر، هل علاقات الضغط الثلاثة دول بتأثر في عملية التنفس؟ يعني الضغط الجوي والضغط اللي داخل الحويصلات الهوائية الانترا الفولر والانترا بلورال، الضغط داخل البلورال كافيتي بيأثر عملية التنفس؟ السيجنيفيكانس بتاع الترانس بريشر جريديان ده هنعرفه ان شاء الله. ترانس بلورال ده يعني ايه؟ هو الضغط ده. وهنشوف اللي هي الحالة الأولى عند حضراتكم، هل النيموثوركس ده بيعوق التغيرات في الضغط ده اللي هو الترانس نيورال بريشر ده، وبالتالي يعوق عمليه التنفس، ولا يعمل فيها ايه بالظبط؟ هنشوف عمليه الانسبيريشن وهنتاكد ان هي عمليه اكتف، وهنشوف الاكسبيريشن عمليه الزفير ان هي في النورمال كونديشن عمليه باسيف، لكن في الفورسد كونديشن اوف الاكسرسايز بينقلب الاكسبيريشن او الزفير الى عمليه اكتف، لكن دائما وابدا اثناء الريست فهو باسيف، عمليه باسيف فقط. الانسبيراتوري ماسل والاكسسوري ماسل بتاع الريسبيريشن، بمعنى انا هنشوف العضلات المنوطه بعمليه الشهيق والانسبيريشن ان اخد نفس يعني. الاكسسوري ماسل يعني العضلات المساعده في الريسبيريشن، المساعده دي ما بتشتغلش الا في حالات الفورسد ريسبيريشن، يعني في الريسبيريشن العنيف، يعني واحد بيلعب رياضه بياخد نفس جامد الى اخره. وات مين باي تيرم سيرفكتنت، هنعرف يعني ايه المسميات ديت وايه علاقتها بعمليه التنفس. دي من العوامل المؤثره، فاكتورز افكتنج البلمونري فنتليشن، عمليه تهويه الرئه، حاجه اسمها سيرفكتنت، الكومبلاينس، الورك اوف بريزنج. تو ايبل تو ديسويتش بتوين كومبلاينس، هنفرق بين الكومبلاينس والريزيستنت وورك اوف بريزنج. الفاكتور اللي بتاثر في الاير واي ريزيستنس، المقاومه بتاعت ممرات الهواء. الكيوز اللي هي تدل على المحاضره دي، المحاضرة دي لها علاقة بالكيوز اللي أثيرت في الحالة عندكم. عندكم كلمة بريزنج وردت في أحد الباراجرافات، كلمة إيرواي ده في السيناريو بتاع الحالة بتاعت كيس 1 إيرواي، عندكم بريس ساوند أصوات التنفس. هنا الأجندة، السؤال اللي هيطلع في الأجندة الخاص بهذا الموضوع
What is the mechanism of normal breathing؟ ازاي بنتنفس طبيعي؟ And the factors affecting it يعني الكنترول، كيف يتم التحكم والعوامل المؤثرة في عملية التنفس؟ ده السؤال بتاع الأجندة اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي. عملية الريسبيريشن يعني غني عن التعريف إن هي essential مش important. في فرق بين كلمة essential و important. essential يعني لا تستقيم الحياة بدون التنفس، لا تستقيم الحياة يعني لو مفيش تنفس في موت. لكن important أنا ممكن أعيش وأعاني، لكن يعني بنتيجة غياب العملية دي أعيش وأعاني، ده لو كلمة important. لكن essential أنها ضروري لاستقامة الحياة، يبقى التنفس ده essential for life not important for life، لكنه essential for life، ضروري للحياة. احنا عندنا ثلاثة من الضرورات في حياتنا، الفود والووتر والاير، دول الثلاثة دول essential for life. الاير هو اللي هو منوط بعملية الريسبيريشن. الهيومن كان سرفايف يعني البني ادمين ممكن يعيشهم لأسابيع، وزود فود ممكن يعيشهم من غير أكل، بيضربوا عن الطعام والكلام ده في الإضرابات والحاجات دي، ممكن يعيش من غير أكل، ممكن يعيش من غير مية لمدة أيام، لكن ما يقدرش يعيش من غير هواء لمدة دقائق يعني دقائق وما فيش هواء يموت من غير هواء تمام. لكن ممكن يتحمل نقص الأكسجين، يعني هو من غير أكسجين هيموت في خلال دقيقة هيموت، عشان من أكثر الأعضاء تأثرا بنقص الأكسجين في جسمنا هو المخ. المخ لا يتحمل نقص الأكسجين 5 دقائق، يعني المخ لا يتحمل نقص الأكسجين لمدة 5 دقائق، بعدها بيحصل في البرين irreversible damage يعني تلف غير مرجو ان هو يعود تاني، يعني ما اقدرش اصلحه، يعني في تلف في المخ بيحصل ما عاد ما ينفعش اصلحه بقى. لو عالجنا العيان حتى بدون الاكسجين بيحصل العيان بقى لا اما يتشل لا اما يطلع اعمى لا اما يطلع ما يعرفش يتكلم، بتحصل مشاكل كتير او ممكن يموت اصلا لو الاكسجين غاب عن الجسم لمده او عن المخ بالتحديد 5 دقائق. الهيومن بينج كان توليريت يعني البني ادم ممكن يتحملهم نقص الاكسجين مش غيابه، هم لا يتحملوا غيابه، ما فيش حاجه اسمها ان انا absence of oxygen، لكن هو ممكن الاكسجين لما يقل ممكن البني ادم يتحمل ويتاقلموا معاه كمان، كما يحدث في الهاي التيتيود المعيشه في الجبال والمرتفعات. كل ما نطلع في الجبال الاكسجين بيقل، ففي حاجه اسمها الادابتيشن او ما يسمى الاكليماتيزيشن تو هاي التيتيود، يعني التاقلم مع المعيشه في الجبال، ودي لها موضوع نبقى نشرحه ان شاء الله بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا لو شفنا الرئتين يا جماعة، الرئتين دول عبارة عن الرئتين 700 مليون سنخ رئوي، هو تفريع رئوي يعني كعنقود العنب، وهذه الأسنخ لو نشرت لاحتلت مساحة 200 متر مربع، يعني لو فردناها كده تاخد مساحة 200 متر مربع. نهتين الرئتين تخفقان في اليوم 25 ألف مرة وتستنشقان 180 متر مكعب هواء، يعني دي معلومة عن الرئتين فقط. نشوف بقى يعني ايه كلمة respiration، يعني ايه كلمة respiration؟ respiration او في نطق اخر البعض بينطقها respiration، الاثنين صح مش مشكلة، ان لم يكن حتى respiration اصح يبقى respiration. يبقى definition it includes all the process of food oxidation to release energy. طب انا بتنفس ليه؟ بقول لك اللي بتنفس ده بيشمل كل العمليات المسؤوله عن اكسده الاكل اللي احنا بناكله، الاكسده بتاعته للحصول على الطاقه. او معنى اخر اي حاجه في الدنيا هتستخدم اكسجين لانتاج الطاقه بنسميها انها تتنفس. البني ادم لو استهلك اكسجين عشان ينتج طاقه لانه يتنفس. لو الخليه هتستهلك اكسجين عشان تطلع طاقه بنقول الخليه دي تتنفس. لو الانيمال استهلك اكسجين عشان يطلع طاقه فنقول هذا الانيمال يتنفس. اذا التنفس هو انتفاعي بالاكسجين من اجل انتاج الطاقه. فاحنا في الطبيعه في جسمنا الفود سواء كان كربوهيدرات او بروتين او ليبيدز بنستخدم الاكسجين في الاكسده بتاعته نكسده عشان نطلع انرجي اللي هو الاي تي بي ونطلع كربون دايوكسيد بيطلع نتيجه التفاعل ده كربون دايوكسيد. يبقى انا انتفاعي بالاكسجين لاكسده الكربوهيدرات متمثلة في الجلوكوز، هو ده التركيب الكيميائي بتاع الجلوكوز، هيتفاعل مع الأكسجين في الخلية داخل الخلية في الميتوكوندريا هيطلع كربون دايوكسيد وهيطلع مية وهتطلع طاقة متمثلة في الـ ATP. ده معنى كلمة اللي هو respiration. طيب الrespiration produce the following، يعني التنفس ده بيبقى يعمل إيه في جسمنا؟ يعني
اولا هو المدد الرئيسي للاكسجين، يعني انا عشان انا اجيب اكسجين لابد ان اتنفس، استنشق هواء عشان احصل على الاكسجين، اكسجين سبلاي، اتخلص من الكربون ديوكسيد الناتج من عمليات الاكسده في جسمي اللي هي العمليات الاكسده دي ناتج عن الكربون ديوكسيد دوت، لابد ان اتخلص منه، لان وجود الحقيقه وجود الكربون ديوكسيد ده في الجسم بيتحد مع الميه مكونا ما يسمى كربونيك اسيد. اذا الدم هيصبح حمضي، حمضي التفاعل اسيدك، يعني كون ان الدم يبقى حمضي التفاعل ده يعمل انهيبيشن ويثبط كل العمائل الوظائف الحيويه في جسمنا كله وعلى راسها وظائف المخ، فالعيان ممكن يدخل في غيبوبه. يعني الحموضه ازاي دي تدخل المريض في غيبوبه؟ وابسطها يعني من الحاجات اللي انتم ممكن تسمعوا عنها غيبوبه السكر. السكر ليه مريض السكر ممكن يدخل في غيبوبه مثلا؟ مريض السكر ممكن في غيبوبه في بعض انواع السكر، بعض انواع المشاكل في السكر نتيجه الحموضه الزايده. لان مريض السكر بيستهلك الدهون بدلا من الكربوهيدرات في غياب الانسولين. لما بيستهلك الدهون بينتج مجموعه من الاحماض كثيره اسمها الكيتون بادز. اسمها كي اسمها اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد واسيتون. هذه الاحماض لما تتراكم في الدم في مريض السكر بترتفع نسبه الحموضه في الدم، تثبط مراكز الجهاز العصبي كلها، تدخل المريض في غيبوبه. دي من احد اسباب الغيبوبه في مرضى السكر. فالحموضه بتعمل عشان كده لازم اتخلص من اي حاجه تعمل حموضه في جسمه، على راسها الكربون دايوكسيد ده لابد ان اخلص منه في هواء الزفير. يبقى في الشهيق في الانسبيريشن هاخد اكسجين، في الاكسبيريشن هطلع كربون دايوكسيد. طيب وهنا واللي لسه بقول لحضراتكم ان هنا الجهاز التنفسي مهم في تنظيم الاسيد بيز بالانس اللي هو التوازن الحمضي القلوي اللي في الجسم، لان لو زاد السي او 2 التنفس بيطرده بره في الشارع عشان احافظ على درجه البي اتش بتاع الدم، ولا حمضيه ولا قلوي. الجنرال فانكشن بتاع الريسبيرتو سيستم، وظائف الجهاز التنفسي. ايه وظائف الجهاز التنفسي بسرعه عامه؟ يعني بسرعه عامه نمبر 1 اكسشينج اوف جازز، تبادل الغازات، احنا بناخد اكسجين ونتخلص من الكربون دايوكسيد، سمبل ديفيوجن ده عن طريق عادي خالص. انتوا عارفين الغازات بتدوب في طبقه الدهون في السيل ممبرين، ده سمبل ديفيوجن عادي خالص حسب فروق الضغط على فكره. البالمونري ديفنس ميكانيزم، يعني انا عندي جهاز، في جهاز مناعي في الرئه اخدته يمكن في الاميون سيستم في الناتشرال اميونيتي او الانيت اميونيتي اللي خدتوها في اللايف سايكل، اللي هو الديفنس ميكانيزم او الاميون سيستم، متمثلا في النيزل هير، يعني الشعر ده باي شوائب هتدخل جوه او تراب او من هذا القبيل يدخل جوه بيتحجز على مستوى الهير. الميكوزا بتبقى تعمل ستيك، يعني بتلزق في اي فورين بادي هيدخل في الجهاز التنفسي. سنيزنج والكاف ريفلكس منعكس العطس والكحه بيطرد اي فورين بادي جسم غريب في جسمنا، كل دي حاجات انيت اميونيتي او ناتشرال اميون. الموفمنت بتاع السيليا في الايه زائر اللي هي الاير باسج، يعني في ممرات الهواء اللي هي الاهداب اللي موجوده في التراكيه واللارج برونكاي، وقاعده تطرد بطريقه واضحه وتدفع اي جسم غريب الى خارج الجهاز التنفسي. دي السيليا الاهداب اللي موجوده في الاير باسج ممرات الهواء. البالمونري الفولار ماكروفاج، دي الالفولار ماكروفاج اللي طبعا انتوا عارفين غني عن التعريف الماكروفاج، والماكروفاج هي احد الجهاز المناعه الرئيسي اللي هو النان جرانولار ليكوسايتس، نان جرانولار ليكوسايتس الماكروفاج والمونوسايت، فموجوده طبعا كناس بمثابه الكناس اللي موجود في الجهاز التنفسي، بتاكل اي حاجه غريبه، بكتيريا، فورين بادي، ديبريز اوف تيشو، يعني انسجه ميته الى اخره. اير كونديشن يعني تكييف الهواء، تكييف الهواء بمعنى الهواء داخل بارد ندفيه قبل ما يدخل على الرئتين. الجهاز التنفسي الهواء داخل سخن نحاول نبرده شويه عشان ما يبقى يصل الى معدل درجه حراره الجسم الطبيعي. الهيوميديفيكيشن اوف دراي اير، هيوميديفيكيشن اوف دراي اير يعني بنرطب الهواء الجاف. الهواء الجاف على فكره لما يدخل جاف كده ممكن يضر الرئه ويعوق بناء عمليه بناء السيرفكتنت، يعمل دامج في الالفيولاي. فعشان منعا للدامج بتاع الالفيولاي فاحنا الهواء ده اللي داخل بيترطب ببخار الميه اللي موجود في ممرات الهواء والميوكس الى اخره، فالهواء اللي داخل بيحمل ببخار ميه عشان ما يبقاش يضر الحويصلات الهوائيه. Adjustment of inspired air temperature to be near that of the body اللي انا قلت عليها، بنظبط درجه حراره الانسبايرد اير الهواء اللي داخل ده يبقى قريب من درجه حراره الجسم. Metabolic and endocrine function of the respiratory system، الجهاز التنفسي بيقوم بدور في عمليات الايض والتمثيل الغذائي الميتابوليزم. بتشتغل كغده صماء، يمكن انا نوهت لحضراتكم قبل كده او هنشوف محاضرات تاليه ان
يمكن كل اعضاء جسمنا كان زمان كلمه اندوكراين دي محدوده على عدد معين من الغدد في جسمنا اسمها الغدد الصماء. دلوقتي الموضوع بقى برود مايند شويه، وبقى تقريبا معظم كل خليه في جسمنا لها دور في حكايه الاندوكراين تشتغل كغده صماء. يعني معنى كده ان الاورجنز تقريبا كلها في جسمنا تعمل كغدد صماء، يعني بتصب افرازاتها من بعض الهرمونات في الدم مباشره وتعمل في مكان اخر غير انتاجها. على سبيل المثال الجهاز التنفسي اهون، ده ما كانش انكلودد في قائمه الغدد الصماء، لكن دلوقتي انكلودد في قائمه الغدد الصماء لانه بيفرز ماده اسمها البروستاجلاندين والهيستامين، دول بيأثروا على بقيه الجسم، يطلعوا من الرئه يأثروا على بقيه الجسم. وهو بيتخلص برضه من بعض الهرمونات في جسمنا زي النور ادرينالين والبروستاجلاندين والسيروتونين، ده عن طريق انزيمز موجوده في الجهاز التنفسي بتتخلص من المواد دي. بينشط ماده مهمه هنعرفها بالتفصيل في الكارديو فاسكولار سيستم، الا وهي activation of angiotensin 1 by convertase enzyme او angiotensin converting enzyme، بيحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، والماده دي مهمه جدا في تنظيم ضغط الدم في الدوره الدمويه. بيحتوي على fibrinotic system اللي هو الجهاز اللي بيداوي بالجلطات، يعني حاجه مهمه جدا، اي جلطه بتتكون في الجسم بيطلع مواد من السبايرال سيستم بتداوي بالجلطات بصوره مستمره وتساعد على سيوله الدم، ما يحصلش جلطات وما يحصلش اعاقه في حركه الدم في الدوره الدمويه. يعني ده بيدوب اهو الجلطات اللي موجوده في الدم بلاد كلوتنج وريموف زين فروم ذا بالمونري سيركيوليشن عن طريق الماكروفاج طبعا. فورميشن اوف سيرفاكتانت، ودي حاجه مهمه جدا هنعرفها يعني برضو بالتفصيل، هو بيكون ماده السيرفاكتانت بتمنع انكماش الرئه. سميل، وظائف اخرى نون ريسبيراتوري، يعني مالهاش علاقه بالتنفس، لكن دي وظائف مالهاش علاقه بالتنفس اللي هو وظيفه الشم. وظيفه الشم عن طريق الاولفاكتوري ايبيثيليوم، الايبيثيليوم اللي موجود في بتاع اللي خاص بالشم اللي موجود في ممرات الهواء في النوز بالتحديد. الفونيشن بيساعد في الكلام عن طريق حركه الفوكال كورد اللي موجوده في اللارنكس، يبقى ده بيساعد في عمليه الكلام اخراج الكلام. يبقى ده وظائف الرئه، وظائف الجهاز التنفسي بصوره عامه. هو حديثا قال لك ان الجهاز التنفسي بيلعب دور في حكايه ان هو له دور في التفكير الى اخره. نشوف مع بعض كده. تم الكشف عن وظيفه جديده داخل الصدور وتحديدا الجهاز التنفسي، حيث اكتشف مجموعه من الخلايا بداخل الرئتين لها القدره على انتاج الصفائح الدمويه، دي حاجه جديده جدا، يعني بيشتغل زي نخاع العظام. يعني الرئتين فيها خلايا تشتغل زي نخاع العظام بتنتج مواد اللي هي بتكون الدم للصفائح الدمويه البليكليتس، وايضا مخزن للخلايا الجذعيه اللي تنتج خلايا دمويه في حال تعطل نخاع العظام لفتره مؤقته. يعني سبحان الله لما يكون عنده انيميا او عيان بينزف وبعدين عندك مشكله في النخاع العظام في البون مارو بتاع العظم اللي بينتج الخليه بتاع الدم، يقوم يقوم في كومبنسيشن في جهاز تعويض الموجود في الرئتين لانتاج خلايا الدم دي مؤقتا الى ان يستعيد نخاع العظام وظيفته الرئيسيه. هذا يعني ان الجهاز التنفسي ظهرت له وظيفه اخرى غير التنفس، ماشي، والعلم كان يجهل ذلك بالرغم من كل التقدم الذي وصل اليه في عصرنا الحديث. يعني الابحاث الجديده بتدل على هذا. ثم نجد جاهل جهول مش عارف ايه ان القلب ممكن يعقل او ان هناك روح ويملا فمه بقوله العلم درس القلب طولا ولا وعرضا ولم يجد فيه جهاز للتعقل وشرح الجسم طولا وعرضا وعمقا ولم يجد شيء اسمه الروح. حسن، هذا العلم الذي يكتشف مؤخرا وجود وظيفه جديده لعضو قديم بداخل الصدور لم يكن يعلم شيئا، فهل ما زالت تثق في ان العلم وصل لكل شيء؟ هل هناك ما يمنع من وجود وظائف اخرى بل واعضاء لم تكتشف؟ أليس من الممكن زي ما ربنا قال في القرآن، ليس من الممكن قريبا أن يكتشف العلم أن القلوب التي بداخل الصدور تعقل؟ على فكرة يعني في الموضوع ده، طب نكمل الأول. تلك الصدور بها ما نهتدي به لنشفى من الباطل وشفاء لما في الصدور، تلك الصدور بها ما يصيبه العمى، ألا إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني أن في تجارب اتعملت يا جماعة لما نقلوا دي ما هي تلك الصدور مستودع الاسرار، في عمليات نقل القلب والاعضاء، عمليات نقل الاعضاء خصوصا القلب، يعني زراعه القلب، لما جابوا قلب من واحد زرعوه في واحد تاني اتغير البيهيفير والتفكير بتاع الشخص اللي زرع له القلب. يعني جابوا واحد قلب واحد محتضر بيموت وقاموا زارعينه في قلب واحد تاني، دي من التجارب اللي حصلت. لقوا ان قلب الراجل اللي استقبل القلب الجديد ده
تفكيره اقترب من تفكير الراجل اللي احنا خدنا منه القلب نفسه اللي مادة، يعني ما سئل عن سلوك الراجل اللي مادة بقى تشابه في السلوك وتشابه في التفكير. الله، ما ده حضراتكم يبقى معنى كده، لا دي كده كلمة العقل اللي ربنا قالها في القرآن، ان يعني القلوب بتعقل، تلك الصدور المستودع الاصل، يعلم يعني قناة الاعين وما تخفي الصدور، تلك الصدور التي تعلم ما تنال الله نوع عند الصدور، تلك الصدور التي يوم القيامة يخرج بها من الاباء وحصل ما في الصدور لان نمل من الانتظار فنحن على يقين من صدق قرآن ربنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نقسم الريسبيريشن ازاي بقى؟ نقسم الريسبيريشن ازاي؟ بس اعرفوا حضراتكم ان الرئه لها وظائف اخرى غير ان هي حكايه التنفس، دي وظائف كتيره اهي زي ما شفت يعني. كلاسيفيكيشن بتاع الريسبيريشن، وظائف التنفس. احنا بنقسم عمليه التنفس الى ثلاث اقسام رئيسيين. اولا كوني اخد اكسجين، خلي بال حضرتك، اخد اكسجين من الاتموسفير من الشارع وادخله الدم، واخد من الدم الكربون دايوكسيد واطرده بره في الشارع. العمليه دي لوحدها اسمها عمليه الاكسترنال ريسبيريشن، التنفس الخارجي. تنقسم الى عمليتين، التنفس الخارجي تنقسم الى عمليتين، بالمونري فنتيليشن، ودي علاقه بين الرئه فقط، شوف الرئه والهواء الجوي اتموسفير، اخد من الهواء اكسجين وادي له كربون دايوكسيد، ده الرئه ومين والاتموسفير، ده اسمها بالمونري فنتيليشن، تهويه الرئه. طيب انت خدت اكسجين وبقى في الرئه اكسجين، اما انقل بقى الاكسجين اوصله الدم، يعني ادي الاكسجين الدم اوصله للدم واخد من الدم الكربون دايوكسيد، يبقى ده عمليه الجاز اكسشن، تبادل الغازات. يبقى عمليه التنفس الخارجي عمليتين، عمليه تهويه الرئه بس، انا اخد اكسجين منين؟ اخد اكسجين من الاتموسفير من الجو ادخله الرئه، دي اسمها بالمونري فنتيليشن. طب الاكسجين اللي انا خدته ده اوديه الدم اسمها جاز اكسشن. ونمشي في الاتجاه المعاكس، اخد من الدم كربون دايوكسيد اوديه الرئه اسمها جاز اكسشينج. طب اللي وصلنا الرئه الكربون دايوكسيد وصل الرئه، عايز اوديه للشارع بره في الاتموسفير اسمها بالمونري فنتيليشن. يبقى ده عمليه الاكسترنال ريسبيريشن، تنفس الخارجي. الريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد، طب انت اخدت اكسجين مثلا هنا على سبيل المثال، خدت في العمليه الاولانيه اكسجين، مش انت عايز توديه فين بقى؟ عايز توصله للانسجه. يبقى لازم حد كده فيهيكل وسيله تاخد الاكسجين ده وتوصله للانسجه. الفيهيكل ده هو البلد، والوظيفة التنفسية للدم ده، الدم ده هو بمثابة الذي هو الشيال اللي هيحمل الأكسجين من اللنج يوديه للتشو اسمها أكسجين كاريج. هيحمل الكربون دايوكسيد المنتج من الأنسجة يوديه للرئة اسمه كربون دايوكسيد كاريج. يبقى ده الوظيفة التنفسية للدم. طيب نيجي للجزء اللي هو نهاية المطاف، أنت أخدت أكسجين من الأتموسفير، دخلت الرئة وبعدين وديت الدم وبعدين مشيته في الدم وراح الأنسجة. الأنسجة انتفاعها بالأكسجين بقى خلايا في جسمنا. عندما تنتفع بالاكسجين وتنتج كربون دايوكسيد في عمليه الاكسده بتاعه الفوتوستاف اسمها التنفس الداخلي انترنال ريسبيريشن. يبقى الرحله بتاعه الغازات في جسمنا، الغازات اللي داخله زي الاكسجين واللي خارجه من جسمنا على في المسارات بتاعتها، ده اسمها بنسميها عمل اقسام عمليه التنفس، الاكسترنال ريسبيريشن وريسبيرت فانكشن اوف ذا بلاد وده الانترنال ريسبيريشن، وده العناوين بتاعه المنهج بتاعنا في الريسبيريشن. دي عناوين المنهج، هنتناول تحت العناوين دي. احنا يمكن موضوع النهارده هنغطي الحيثيه نمبر ايه، بالمونري فنتيليشن، هي دي بالمونري فنتيليشن، ده موضوع النهارده ان شاء الله. هو ده اللي انا اقصده، ان عمليه ان انا اخد اكسجين اهو، اكسجين من الاتموسفير ادخله الرئه كده، دي الرئه، وقال القلب، هو ودي الدوره الدمويه، في الدوره الرئويه اسمها الدوره الدمويه الرئويه، ودي الدوره الدمويه العامه في جسمنا. هنا الانسجه، يبقى انا عندي ادى الاكسجين اهو، عايز اوصله للانسجه هنا. الاكسجين اهو جاي من الاتموسفير من الهواء الجوي، عايز اوصله للانسجه في الجسم عشان تنتفع بيه تحت ما يسمى عمليه الانترنال ريسبيريشن. نشوف مع بعض كده، انا هاخد الاكسجين من الاتموسفير ادخله الرئه، اطلع الكربون دايوكسيد من الرئه اهو اوديه للاتموسفير. العمليه دي لوحدها اسمها البالمونري فنتيليشن، يبقى دي لوحدها اسمها بالمونري فنتيليشن. طيب نشوف بقى الاكسجين نوديه الدم اهو، ناخد من الدم كربون دايوكسيد، دي اسمها عمليه تبادل الغازات جاز اكسشينج. العمليتين دول البالمونري فنتيليشن والجاز اكسشينج اسمهم الاكسترنال ريسبيريشن. طيب انت اخدت اكسجين من اللنج هيمشي في الدم اهو، دي اسمها الوظيفه التنفسيه للدم، ده هو اللي هيحمل الدم اهو، هيحمل الاكسجين ويروح للناحيه الشمال في القلب ويوزعه عبر الشرايين الاورطه الى بقيه اجزاء جسمنا كلها. كون الاكسجين يوصل للانسجه في الطريق ده كله، المسار ده كله
وكون الكربون دايوكسيد اخده من الانسجه اوديه للرئه كده عشان نخلص منه في الشارع كده، هذا الوظيفه دي الوظيفه التنفسيه للدم، الا وهي حمل الاكسجين والتخلص من مين؟ الكربون دايوكسيد، اللي هي بنسميها ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد. طيب ندخل على مين؟ ندخل على اللي هي الانترنال ريسبيريشن بقى، كون ان التشو ينتفع بالاكسجين منتجا بذلك اي تي بي طاقه وكربون دايوكسيد وميه، يبقى دي العمليه بنسميها التنفس الداخلي انترنال ريسبيريشن. يبقى دي اقسام عن التنفس، تنفس خارجي external respiration الوظيفه التنفسيه للدم حمل الاكسجين والكربون دايوكسيد، نمره 3 التنفس الداخلي انتفاع الانسجه بالاكسجين وانتاجها للكربون دايوكسيد internal respiration. ده نفس الكلام حضراتكم احنا قلناه ان الاكسجين باخده من الاتموسفير، هذا الهواء الجوي، وهنتنفسه وندخله الاكسجين كده، الاكسجين اهوت هيمشي في المسار ده، والاكسجين هيمشي في السيركيوليشن وهيروح للتيشو عشان ينتفع بيه على مستوى الميتوكوندريا، ولما ينتفع بيه هننتج كربون دايوكسيد، نمشي في الاتجاه المعاكس اهو، نمشي في الاتجاه المعاكس ويروح للدم، والدم يوديه للرئه، والرئه تخلص منه في الهواء الجوي. هذا ما يسمى اقسام عمليه التنفس الثلاثه. يبقى اقسام عمليه التنفس بالمونري فنتليشن، بعد كده الريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد، وبعد كده الانترنال ريسبيريشن. لما ناخد فكره عن الفسيولوجيكال اناتومي اوف ريسبيراتوري سيستم، ما يعني اللي يفيدنا احنا من الناحيه التشريحيه في فهم وظيفه التنفس او الجهاز التنفسي، احنا عندنا هنتكلم عن اللنج الرئه والاير باسج ممرات الهواء، الرئه اللنج والاير باسج ممرات الهواء، والريسبيراتوري ماسل عضلات التنفس، والسنترز المنوطه السنتر دي اللي في المخ مراكز التنفس اللي مسؤوله عن تنظيم عمليه التنفس، يعني اتنفس بسرعه سريعه، اتنفس ببطء، اكتم نفسي، يعني ايه اللي يتحكم فيا؟ المراكز اللي في المخ اللي مسؤوله عن السنترز. يبقى انا عندي جهاز التنفس مكون تشريحيا من لانج والاير باسج وده على المستوى الطرفي، دول على المستوى الطرفي، دول لكن على المستوى المركزي في المخ هي مراكز تتحكم في عمليه التنفس في المخ، هي السنترز بتاعت الريسبيريشن. هذا الجهاز التنفسي على المستوى الطرفي. انت عندك دي ممرات الهواء، تبدا من النوز، النوز اهوت، يبقى النوز هنمشي كده، وبعد كده حاجه اسمها الاوروفارنكس، ثم الاولى النيزوفارنكس، ثم الاوروفارنكس، ثم اللارنجيوفارنكس، ثم الحنجره اللارنكس، ثم القصبه الهوائيه التراكيه، يبقى التراكيه هي، وعندنا كده تو ميجر برونكاي رايت وليفت، رايت وليفت ميجر برونكاي. وبعد كده البرونكاي بتتقسم الى برونكيولز صغيره هنشوفها في تقسيمه اخرى. فده الجهاز او بنسميها الاير باسج، دي اللارج اير واي، دي اللارج اير واي ممرات ممرات الهواء اللي هي الواسعه شويه. وبعد كده بتضيق سنه بسنه، هذه الممرات بتضيق في القطر بتاعها سنه بسنه. يعني يبقى بدا من النوز ثم النيزوفيرنكس، اللي البلعوم هنا بيتقسم الى ثلاث مراحل. جزء من البلعوم اللي هو الفارنكس اللي ورا النوز بنسميه نيزوفارنكس، اللي ورا الماوس بنسميه اوروفارنكس، اللي ورا الحنجره بنسميه لارنجيوفارنكس. يبقى نيزوفارنكس وبعدين اوروفارنكس لارنجيوفارنكس وبعدين في الحنجره لارنكس لارنكس، واللارنكس ندخل في التراكيه او تريكيا، وبعدين تبقى تو ميجور برونكاي. وبعدين ندخل من ايوه يا دكاتره المهم، يبقى تو ميجر برونكاي. بعد كده بندخل للبرونكيولز الصغيره، دي البرونكيولز الصغيره، في عندنا البرونكيولز الاولانيه خالص اسمها ليفت برايمري برونكوس، اللي هي ديت البرايمري برونكوس الكبيره، وعندك دي بتبقى اصغر فاصغر، تفريعات اصغر فاصغر، ليفت سكندري برونكوس، بعد كده بتبقى تتفرع تفريعات اصغر فاصغر، يبقى ليفت تيرشري برونكوس. بعد كده هنروح للبرونكيولز الصغيره اللي هتروح في النهايه تنتهي بالحويصلات الهوائيه حيث تتم عمليه تبادل الغذائي. دي يمكن تفسير اكتر. يبقى دي التراكيه التو ميجر برونكاي، بعد كده البرونكولز الصغيره. انا بس اللي عايز اعرفه هنا ان هنا ادى في نهايه البرونكولز الصغيره او التيرمينال برونكولز بتتفرع الى الالفيولاي، دي الحويصلات الهوائيه اللي هيتم فيها عمليه تبادل الغازات، لانها محاطه بالكابيلاريز، هي دي الشعرات الدمويه هي اللي هي محيطه بالالفيولاي عشان تتم عمليه تبادل الغازات بين داخل الحويصلات الهوائيه وبين الدم اللي موجود في هذه الكابيلاريز او الشعرات الهوائيه. دي الرئه وكبرنا جزء منها اللي هو الجزء النهائي ده اللي متصل اللي هو نهايته، دي التيرمينال برونكيولز، بتدي الريسبيراتوري برونكيولز بعدها اللي هي هتقودنا الى ما يسمى الالفولار ساك، اللي هي تجمع من الحويصلات الهوائيه، ودي الفولاس مع الفولاس مع الفولاس، دي اسمها كلها على بعضها اسمها الفولار ساك.
دي بتيجي من الريسبيراتوري برونكيول، هي جايه من الترمينال برونكيول اللي جايه من البرونكيولز الاساسيه. يبقى الريسبيراتوري سيستم لما نحب نقسمه بنقول في جزء بريفرال في جزء سنترال. سنترال يعني داخل السينيس، داخل الجهاز العصبي المركزي داخل المخ. البريفرال كومبوننت زي الشيست وول ماسل واللي هم الديافرام، يعني الشيست وول اللي هو الانتركوستال ماسل والعضلات الاخرى اللي ممكن تفيدنا في عمليه الفورس ريسبيريشن وعضله حجاب الحاجز الديافرام. في الكوندكتنج زون وفي الريسبيراتوري زون، هنشوف مع بعض ايه الزونز دي دلوقتي. يعني كوندكتنج زون ده الهواء بس بيمر في خلال هذه المناطق دون ان يحدث له تبادل غازي، لكن في الريسبيراتوري زون ده الهواء بيدخل ويتحدث له عمليه الجاز اكسشن تبادل غازي، لكن كوندكتنج وسيله التوصيل بس من اسمه، يوصل الهواء فقط من غير ما تحصل فيه عمليه تبادل غازي. لدرجه ان هو بيقولوا عليه الجزء ده بيقولوا عليه ديد سبيس. ديد سبيس، ديد سبيس يعني ده سبيس ميت، مجرد هواء موجود فيه بس يوصل فقط، لكن مفيش فيه حيويه، مفيش اخد اكسجين مادة سي او 2 كلام من ده. لكن الجزء اللي فيه حيويه في الجهاز التنفسي بنسميه ريسبيراتوري زون، اللي هي المنطقه اللي بيحصل فيها عمليه التبادل الغازي. المراكز اللي موجوده في المخ بقى سي ان اس، ده السنترال كومبوننت اللي مسؤول عن تنظيم او الريجوليشن او الكنترول اوف بريزنج. يبقى احنا لما نلخص يعني عندنا بقى الكلام الفيسيولوجيكال اناتوم بلازما سيستم، قلنا اللنج والايروي، المسل، المراكز بتاعه التنفس. اللنج فيها 150 الف ريسبيراتوري يونت وحده تنفسيه، و100 الفولار داكت، و2000 الفيولاي. الاير باسج كل وحده، بالمناسبه كل وحده فيها 100 الفولار داكت، وكل الفولار داكت من دي بتروح ل 2000 الفيولاي، يعني احسبوا براحتكم بقى. الاير باسج الممرات لو بدأنا من النوز نيزوفارينكس وبعدين اوروفارينكس لارينجوفارينكس وبعد كده اللارينكس تراكيا برونكاي برونكيولز ريسبيراتوري برونكيولز. الكلام احنا قلناه اللي يهمنا انا الريسبيراتوري برونكيولز دي هي جايه من الترمينال برونكيول، دي الترمينال برونكيول دي ريسبيراتوري برونكيول، تؤدي الى الفيروسات الهوائيه دي اسمها البولار سيك. دي تقسيمه الشجره بقى، يعني ايه كوندكتنج زون، يعني ايه ريسبيراتوري زون؟ نشوف مع بعض كده. كوندكتنج زون كالاتي، كوندكتنج زون اللي هي الاماكن في ممرات الهواء اللي بيمر فيها الهواء دون ان يحدث لها عمليه تبادل غازات، اللي هي مين بقى؟ بدايه من التراكيه اهو، التراكيه ميجر برونكاي الشعب الهوائيه الرئيسيه، بعد كده اللي هي بنسميها دي البرونكس اهي الرئيسيه بتاعتنا بلس، وبعد كده بنروح للبرونكيولز الصغيره، للبرونكيولز الصغيره التفريعات دي برونكيولز صغيره، كل الاماكن اللي انا بقولها ديت مفيش فيها عمليه تبادل غازي اسمها الكوندكتنج زون اللي بنسميها الديد سبيس. بعد كده بنروح للترمينال برونكيولز، يعني البرونكيولز تؤدي لترمينال، بعد الترمينال برونكيولز يبقى الريسبيراتوري برونكيول اللي هي دي الريسبيراتوري برونكيول، وهنا تبدا بقى اتصالنا بالحويصلات الهوائيه. يعني هنا في حويصله هوائيه اهيت اهي ماسكه في الريسبيراتوري برونكيول، تبدا عمليه تبادل الغازات، ودي بنسميها الفولار داكت، يعني دي قناه بيطلع منها حويصلات هوائيه كتير، قنوات دي اسمها الفولار داكت، بيطلع منها الالفيولاي كتير، وبعدين بيتجمعوا مع بعض كده من بعض الحويصلات دي مع بعض اسمها الفولار ساك. الجزء ده اللي هو يبدا في عمليه التحام البرونكيولز بالالفيولاي كتبدا عمليه تبادل الغازات هو اللي بنسميها ريسبيراتوري زون. يبقى ده اسمه الكوندكتنج زون اللي هو مفيش فيه تبادل غازات بنسميه الديد سبيس. لغايه هنا كده نبدا من هنا بقى وجود حويصلات هوائيه وجود اوعيه دمويه حوالينا ونبدا عمليه تبادل الغازات بين الدم وبين الرئه، يبقى هنا بنسميه ريسبيراتوري زون. ايه الفرق بين الكوندكتنج زون والريسبيراتوري زون؟ اولا الالفيولار مش موجوده في الكوندكتنج زون، موجوده فين؟ ريسبيراتوري زون. الستارت والترمينش ده بيبتدي فين وينتهي فين؟ الكوندكتنج زون بينتهي في الترمينال برونكيول، بينتهي في الترمينال برونكيول، وده بيبتدي بعد الترمينال برونكيول بعديه على طول تبدا الريسبيراتوري برونكيول، دي البدايه بتاعتنا. طيب البلاد سبلاي، اولا هنا البرونكال سيستميك سيركيوليشن نو جاز اكسشينج، احنا عندنا دورتين دمويتين في الرئه، واحده للتغذيه بتاعت نسيج الرئه نفسه، في دوره دمويه تغذي نسيج الرئه نفسه اسمها برونكال سيركيوليشن برونكال. لكن اللي احنا البلمونري دي اللي هو الدم لما بيمر على الرئه ويلتحم مع الحويصلات الهوائيه عشان تعمل تبادل الغازات اسمها بلمونري سيركيوليشن. انا عندي تو سيركيوليشن في اللنج لازم نفرق بينهم. الرئه زي اي عضو في جسمنا لازم يروح لها دم يغذيها هي شخصيا كنسيج مش كعمليه تبادل الغازات، كنسيج اسمها برونكال سيركيوليشن.
لكن كتبادل الغازات بقى دم، شوفوا بيمر كده، بيمر على الرئه كده اهوت، بيمر ويرجع تاني. الدم اللي بيمر عليها ده فقط دون ان يغذيها، لكن بيحصل عمليه تبادل الغازات بين الدم ده وبين الحصات الهوائيه، ده بنسميه بالمونري سيركيليشن، اللي هي في الجزء بتاع الريسبيتوري اللي هو الكابيلرز اللي حوالين الالفيولون. الفسيولوجيكال شانت، كلمه شانت يعني اتحاد الدم الشرياني بالدم الوريدي، اتحاد الدم الشرياني بالدم الوريدي، ده يمكن موجود في مكانين فقط بنسميهم فيسيولوجيكال شنط، يعني ده بنعتبرها طبيعيه مش مرض، لكن احنا بنعتبرها لو في اماكن غير اللي هقولها ديت يبقى مرضيه على طول. يعني انا مكانين طبيعي يلتحم الدم، يتحد او يتقابل الدم الوريدي ويفتحوا على بعض مع الدم الشرياني في البرونكال سيركيوليشن، في الكورونري سيركيوليشن بتاعت القلب، في الكورونري بتاعت القلب. غير كده لو لقيت انا شنط دم وريدي فاتح على دم شرياني يبقى ده باثولوجيكال شنط بقى. ومن امثله عندنا هناخدها ان شاء الله في الكارديو فاسكولار، عندنا حاجه اسمها البيتا انتراكتس ارتريوزس، اللي هي بتفضل في فتحه شنط بين الاورطه وبين البلمونر ارتري، بتحطها في الامبريولوجي اكيد في الامبريولوجي. وفي فتحه ثانيه لو فضلت اللي هي زي الفي اس دي فنتريكلر سيبتال ديفكت بين الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، دول لو فضلوا الفتحتين دول اسمهم باثولوجيكال شنط ارتريو فينس شنط، لكن دول الطبيعي في البرونكاي وفي البتاع ده والكورونري سيركيوليشن، دول بنسميهم فيسيولوجيكال، ده طبيعي وبنعديها. وده سر ان الدم في جسمنا مش الدم الشرياني مش متشبع كليه، مش 100% تشبع بالاكسجين عشان وجود الشنط دي، يعني هو 97% تشبع على فكره، الدم الشرياني متشبع بالاكسجين مش 100% لكن 97% فقط مليان اكسجين، و3% مفيش فيهم اكسجين كتير عشان الشنط دي اختلاطه بالدم الوريدي في اماكن في جسمنا. طبعا دي موجوده في الكوندكتنج زون، مش موجوده في الريسبيراتوري زون. الديفيجن يعني كل برونكاس تدي كام، هنا 16 هناك تدي 7 وهكذا. النيرف سبلاي انتوا عارفين ان اللانج من احد الاماكن اللي بتاخد الاوتونوميك نيرف سيستم. طب السمباثيك هيعمل فيها ايه والباراسمباثيك؟ السمباثيك لما بروح للرئه بيعمل ايه؟ بيعمل برونكو دايليتيشن، يعني بيوسع الشعب الهوائي عن طريق شغله على البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور، بيتا 2 اللي موجوده في السموث ماسل بتاعت اللارج اير واي، بيقلل الافراز المخاطي عشان يوسع ممرات الهواء، بيعمل فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه عشان انت عارفين ان الدم اللي موجود في الرئه ده احد البلاد ريزرفوار، لما يحصل طارئ في جسمنا من الدم اللي متحوش في الرئه نعمل فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه، نضغط الاوعيه الدمويه عشان نزق الدم لاماكن اكثر احتياجا للدم في حالات معينه زي النزيف مثلا زي المخ ولا القلب وكده. يبقى دي من احد البلاد ريزرفوار، الاماكن اللي بتخزن دم في جسمنا، الا وهي الرئه، الى جانب مين البلاد ريزرفوار في جسمنا؟ الاورده، الفينز، البلمونري سيركيليشن، الليفر، السبلين، الطحال. باراسمباثيك بقى، باراسمباثيك اللي راح للرئه مين؟ باراسمباثيك ده بيعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن، لان يعني الباراسمباثيك بتاع الريست انت مش محتاج هواء كتير، بيضايق الشعب الهوائيه عن طريق الماسكارينيك ريسبتور، طيب كلهم بيشتغل على الماسكارينيك ريسبتور، وعن طريق بيزود افراز المخاط اثناء النوم، وبيوسع الاوعيه الدمويه في الرئه، بازو دايليتيشن. ده تاثير السمباثيك والباراسمباثيك على اللنج. اكسترنال ريسبيريشن، عمليه اكسترنال ريسبيريشن، التنفس الخارجي. افكر حضراتكم بيه تاني، اللي هو بينقسم الى عمليتين، بالمونري فنتليشن تهويه الرئه بين الرئه والاتموسفير، وعمليه الجاز اكستشينج. يشمل ايه بقى؟ بالمونري فنتليشن تهويه الرئه، جاز اكستشينج تبادل الغازات بين الرئه وبين الاتموسفير. نبتدي بالبلمونري فنتليشن، بلمونري فنتليشن تهويه الرئه. قلنا لما نقول كلمه ميكانيزم اليه التنفس تشمل الكلمه دي تشمل حاجتين، بريفرال ميكانيزم اللي بنسميه الميكانيكس، ميكانيكس غير ميكانيزم، ميكانيكس مقصود بها البريفرال ميكانيزم فقط ميكانيكس، لكن الميكانيزم ده يشمل السنترال ميكانيزم اللي هو تاثير مراكز التنفس في المخ على عمليه التنفس، لكن ده وصف العمليه على المستوى الطرفي، وصف عمليه التنفس على المستوى الطرفي اسمه بريفرال ميكانيزم اللي احنا هنتناوله دلوقتي ان شاء الله. يبقى الميكانيزم عندنا البريفرال اللي هو الميكانيكس، والسنترال بقى في حاجتين بيتحكموا في السنترال ميكانيزم، التحكم في التنفس عمليتين، نيرفس وميكانيكال. نيرفس عن طريق مراكز التنفس اللي موجوده في المخ، في منطقه المظله اوبلونجاتا في جذع المخ مراكز الشهيق والزفير، انسبيراتوري واكسبيراتوري.
منطقه البونز برضو في البرين ستيم، منطقه البونز فيها مراكز اسمه الابنيوستيك سنتر والنيموتاكسيك سنتر، بيتحكموا في الاثنين دول، يعني المراكز بيتحكموا في نشاط الاثنين دول. هذا الكلام طبعا بالتفصيل لمحاضره كامله ان شاء الله، اللي هي عنوان كنترول اوف بريزنج او الميكانيزم. الكيميكال في تحكم كيميائي عن طريق مستقبلات تستجيب للتغير في المواد الكيميائيه سواء كان الاكسجين او الكربون دايوكسيد او الهيدروجين في الدم، اسمها كيمو ريسبت. كيمو ريسبت دي نوعين، منها ما هو موجود في الاورتيك بادي والكاروتيد بادي عند شريان الاورطه اسمهم بريفرال كيمو ريسبت، اللي موجود في البرين ستيم في جزء المخ بنسميه سنترال كيمو ريسبت. وفي نيرفس وكيميكال ريجوليشن، ده السنترال ميكانيزم، في بريفرال ميكانيزم اللي هو الميكانيكس. المسلز بتاعت الريسبيريشن هي المسلز اللي معانا ان شاء الله في عمليه التنفس، يعني بريزنج ان اللي هو الشهيق، في مسل بريزنج اوت اللي هو الزفير. في مسل اولا الدايفرام حجاب الحاجز، العضله الرئيسيه يمكن بتقوم بحوالي ما يقرب من 75% من عمليه التنفس. حجاب الحاجز هي العضله الرئيسيه في عمليه التنفس، الدايفرام او الحجاب الحاجز اللي بين الشيست وبين الابدومين. اكسترنال انتركوستال مسل بين الضلوع في القفص الصدري، الانترنال انتركوستال مسل اللي هي برده بين الضلوع في القفص الصدري، والمصل بتاع الانتيريو ادومينال وول عضلات البطن الاماميه. في اكسسوري مصل عضلات مساعده معانا زي الاسترنوماستويد مصل في الرقبه والسكاليناي والسيراتس انتيريور والبكتراليز مينور واللاتيزماس دورزاي مصل. دي عضلات اللي هي بنسميها الاكسسوري مصل، دي بنلاقيها في الشيست يعني. يبقى المصلز بتاعت الريسبيريشن في عضله اهي، عضله دي بتاعت الرقبه اسمها استرنوماستويد مصل، ودي السكاليناي مصل اهي سكالينيوس مصل، وده الاكسترنال انتركوستال ماسل اكسبيراتوري انتركوستال ماسل سوري، وده الانسبيراتوري انتركوستال ماسل. والابدومين دي عضلات الابدومين، والديافرام والحجاب الحاجز اللي بين الشيست وبين الابدومين، حجاب الحاجز اهو بين الشيست وبين الابدومين. النيرف سبلاي بتاع عضلات التنفس، عضلات التنفس دي لها تغذيه دمويه سوماتيك نيرف، مش الكترونيك دي سوماتيك ناحيه الماسل نفسها. الفرينيك نيرف ده هو العصب اللي بيغذي الدايفرام. طب جاي منين؟ جاي من الانتيريور هورن سيلز في السيرفيكال ريجن في المناطق العنقيه 3 و4 و5. 3 و4 و5 سيرفيكال انتيريور هورن سيلز. كان ده مهم. كان ده مهم الاماكن دي لان هو بمنتهى البساطه ازاي في بعض البلاد بتعمل عمليه الاعدام بالشنقه. يعني بيشنقوا المتهمين، بيشنقوا الشنق. هو ايه الفكره في الشنق؟ هنا بيفصل مراكز التنفس عن المراكز دي، يعني بيفصل المراكز ديت اللي بتتلقى الاشاره عشان تشغل الدايفرام. هو بيفصل بس مراكز التنفس اللي موجوده في جذع المخ عن المراكز اللي موجوده في السبينال كورد دي، لما يجي حد يتشنق خلاص ده الاعدام. وقف التنفس يبقى مات. الانتركوستال نيرف دول بيغذوا من الانتركوستال ماسل، طالعين من الثوراسيك سيجمنت انتيرير هورن سيلز. ده سوماتيك يا جماعه، سوماتيك بيطلعوا من الانتيرير هورن سيلز، لكن الاوتونوم بيطلعوا من اللاترال هورن سيلز. السوماتيك نيرف العضلات بتاع العضلات الهيكليه سكليتال ماسل. الانتيريور هورن سيلز دول من 1 ل 10، وبعض التكست او بعض كتب الاناتوم بيقولوا من 1 ل 11، مش هنختلف، من 1 ل 10 او 1 ل 11 ثوراسيك سي. عمليه البالمونري فنتليشن، عشان عمليه التهويه تتم، هو يعني ايه بالمونري فنتليشن؟ يعني ايه كلمه بالمونري فنتليشن؟ هو خروج ودخول الهواء بين الرئه وبين مين؟ وبين الاتموسفير. بكل بساطه يعني هواء داخل خارج بين الرئه وبين الاتموسفير، يبقى الفلو تدفق الهواء، فلو اوف اير ان، يعني يدخل عن طريق الشهيق الانهيليشن او الانسبيريشن، يخرج الهواء عن طريق الديفليشن اللي عكس الانهيليشن دي، او هنا بنسميه انفليشن احيانا، فالديفليشن اللي هو الزفير. وده يبقى دخول اهو ان واوت، ان واوت، خروج ودخول الهواء، ده بنسميه بالمونري فنتليشن. طب كم مرة بنتنفس في الدقيقة؟ هو معدل التنفس الطبيعي في الدقيقة ريسبيريتوري ريت من 12 ل 20 مرة سايكلز في الدقيقة، وفي المتوسط 16 مرة في 16 مرة في الدقيقة، ده المتوسط. هي 16 مرة في الدقيقة، لكن بيتراوح من 12 ل 20 مرة في الدقيقة. كل دورة تنفسية شهيق وزفير يعني بيبقى المنظر اللي قدامكم ده بتاخد لها الزمن ده 3.7 من 10 من الثانية. بصوا كده حضراتكم، هذا الشهيق زفير، عن فترة راحة عقب الزفير بنسميها اكسبيراتوري بوز، فترة راحة عقب الزفير، ثم نبدأ شهيق آخر زفير. الكلام ده بيتكرر 16 مرة في الدقيقة. طب زمن الشهيق قد إيه؟ 1.3 من 10 من الثانية. زمن الزفير 1.7 من 10 من الثانية، يبقى والبوز 7 من 10 كده، يبقى التوتال كام؟ 3.7 من 10. طب لو واحد بيتنفس بسرعة ممكن تختفي البوز دي،
عرش بقى مش موجودة، يبقى شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير، البوز دي تختفي ممكن في التنفس السريع. يبقى هنا تاني، يبقى شهيق انسبيريشن زفير اكسبيريشن سيت بوز، اجمعهم على بعض يبقى التوتال ديوريشن 3.7 من عشرة من الثانية. دي اسمها ريسبيراتوري سايكلينج، دي الدورة التنفسية الواحدة اللي بتتكرر 16 مرة أو 12 ل 20 مرة في الدقيقة. دي ريسبيراتوري سايكل. فهمناها خلاص. في الأطفال على فكرة ممكن تبقى تزيد، ده طبيعي. يعني ده في الأدلت، لكن في الأطفال ممكن تبقى 25 مرة في الدقيقة. إن عندهم شورت اكسبيريشن بيبقى قصير شوية التنفس، فعندك فرصة أكتر في الدقيقة تتنفس مع عظمة أكتر. ما عندهمش اكسبيراتوري بوز، يعني ما بيريحوش، تنفس سريع عندهم شوية خلاص، لكن الانسبيريشن تقريبا ثابت عندهم. يبقى هو في الاطفال ليه التنفس بيبقى سريع؟ اولا الاكسبيريشن بيبقى شورت، وعندك مفيش بوز اللي هي بعد الاكسبيريشن، وعندك فرصه تعمل اكتر من ريسبيرتو سايكل في الدقيقه، يبقى 25 بدلا من 12 ل 20 سايكل في الادلت البالغين. لكن هو هنا الانسبيريشن زمنه ثابت في الاطفال والكبار. الميكانيكس بقى، لو شفت حضراتكم كده ده شكل الثوركس، ده الميكانيكس، الميكانيكس بتاع ازاي اللنج، اللنج بتبان سودة في الأشعة. ده القلب بالمناسبة اللي أنا ماشي عليه، ده القلب، ده القلب أهو، ده القلب كده، وده الحجاب الحاجز الفاصل ده أهو اللي هو إيدي ماشية عليه، ده الحجاب الحاجز الدايفرام أهو، ده عدد الحجاب الحاجز الدايفرام في الأشعة. وده الهارت أهو، ده الهارت، ده القلب أهو، يمين ناحية الشمال أهو، دي ناحية الشمال بتاع العيان. وده الرئة اليمين وده الرئة الشمال، والرئة بتبان سودة عشان الهواء بيظهر أسود في الأشعة. لو هنا بان بقى زي مثلا حاجه اسمها جراوند جلاس ابيرنس زي حالات الكورونا، تظهر هنا نقط بيضاء كده كتير كده، نقط بيضاء زي الازاز او الزجاج المصنفر، تبقى هنا نقط بيضاء كتيره، وفقدنا احنا الشكل الحلو الجميل ده بتاع الرئه السوداء دي. يعني الرئه بتظهر سوداء في الاشعه لان مفيش فيها اي مشاكل. لو فيها مشاكل بيحصل هنا حاجات بيضاء كتير بتبقى موجوده هنا في الاشعه، لكن طول ما هي سوداء كده يبقى الهواء بيدخل نقي ويطلع نقي، والممرات الهواء سليمه مفيش مشاكل خالص. ده شكل الرئة في الأشعة تطلع سودة كده. أي خلل في القصة دي يبقى ده على طول في مشكلة في الرئة. الميكانيكس إزاي القفص الصدري بس بيتمدد أثناء الشهيق، ده الميكانيكس، وينكمش أثناء الزفير، ده بمنتهى البساطة. يعني أنا يعني شوفوا حضراتكم هنا، لو بصينا على المنظر ده كده هتلاقي في عضلات منوطة بعملية الانسبيريشن الشهيق، زي الاسترنوماستويد والاسكلينس، ودي منوطه بعمليه الشهيق العنيف، يعني الشهيق العنيف ناخد نفس جامد يعني. الاكسترنال انتركوستال دي ده منوطه بالريستنج انسبيريشن، يعني ما بتنفس طبيعي خالص اللي هو الكوايت بريزنج. والباراسترنال انتركوستال نفس الكلام برضو معانا في الكوايت بريزنج، والديافرام معانا في العضله الرئيسيه اللي في الكوايت بريزنج في التنفس الطبيعي. عضلات الاكسبيريشن اللي بتشتغل في الفورسد بريزنج فقط، اللي قدام حضراتكم دي بتشتغل في التنفس العنيف ليس في الريست. ان الاكسبيريشن دي عمليه باسيف، لان بتحصل ازاي؟ طبيعي الزفير بيحصل مجرد ارتخاء عضلات الشهيق فقط، فدي ترتخي يحصل زفير خلاص، لكن مفيش عضلات جديده بتشتغل في النورمال ريستنج اكسبيريشن. لكن في الفورسد اكسبيريشن تظهر عضلات جديده تؤدي دور معانا، زي مين بقى في الفورسد اكسبيريشن؟ الانترنال انتركوستال ماسل تعمل في الفورسد او الديب اكسبيريشن فقط مش في النورمال. والاكسترنال ابدومينال اوبليك، دي عضلات الابدومين بتاع الانتيرو ابدومينال وول. وعندنا الانترنال ابدومينال اوبليك برضه في الابدوم، والترانسفيرسس ابدومينس، يعني دي عضلات الانتيرور ابدومينال وول والريكتس ابدومينس، دي عضلات الانتيرور ابدومينال وول تعمل معانا في الزفير، وتعمل كمان الانترنال انتركوستال. يبقى الريسبيراتوري سايكل تبدأ تتكون من انسبيريشن، لو حبينا نوصف عملية الشهيق هي عملية نشطة لأن في عضلات بتنقبض فيها، وأثناءها يعني لما بيحصل انقباض في العضلات دي انقباض العضلات بيزيد الثراسي الكبد، تجويف الصدر اللي هو الدايمتر بتاعته بتزيد، يعني العرض بتاعه بيزيد ومن الطول بتاعه بيزيد في الفيرتيكال دايمتر والترانسفيرس دايمتر والانتروبوسيلون في كل الأبعاد بتاعته بتزيد، فيزيد تجويف الصدر في الحجم بتاعه. اللنج بتتمدد، ولما اللنج تتمدد بيبقى بتقلل البريشر، بريشر يبقى ناقص 1 اتموسفيريك اللي بنسميه قانون بويل، ده قانون فيزيائي يخص حاجه الضغوط اسمه قانون بويل. فلما اللنج بتتمدد بيبقى بتقل ناقص اتموسفيريك عن الضغط الجوي، فنقص الضغط في الرئه، نقص ضغط الرئه
اقل من الضغط الجوي، فطبيعي ان الهواء يندفع من الضغط من الاتموسفير لداخل الرئه، لان الرئه اصبح الضغط فيها منخفض، لان الرئه تمددت فجاه فالضغط فيها انخفض، فالهواء بيندفع رش، بيندفع من الهواء الى الهواء يندفع من الاتموسفير الى اللنج مباشره. زمن الانسبيريشن ده 1.3 من الثانيه، جبل الانسبيريشن. العضله الرئيسيه في عندنا هي الديافرام، العضله الرئيسيه في الحقيقه في التنفس هي عضله الديافرام اللي مسؤوله عن، لما شوفوا حضراتكم لما بترتخي ثم لما بتنقبض، سوري دي العضله الحيه الحاجزيه، لما بتنقبض تنزل لتحت كده، تنزل لتحت فتسمح بتمدد الرئه، ولما بترتخي صار ريلاكسيشن تطلع لفوق فتسمح بعمليه الزفير وانكماش الرئه. يبقى بمنتهى البساطه تشتغل في العمليتين، عضله الحجاب الحاجز اللي قدام حضراتكم اهي دي، لما بتنقبض تنزل لتحت، لما تنزل لتحت يوسع اللي هو الفيرتيكال دايمتر بتاع الشيست اللي هو البعد الراسي ده، فده يساعد عمليه الانسبيريشن عمليه الشهيق، ولما ترتخي تطلع لفوق كده فتساعد على انكماش الرئه وتدفع الهواء الى الخارج، دي عمليه الزفير. اللي هنا الانسبيريشن، الانسبيريشن قلنا العضلات المنوطه بتاعتنا، العضله الرئيسيه اللي هي الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل، الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل. الديافرام لما بينقبض بينزل لتحت، ولما ينزل لتحت يوسع لي البعد الراسي، يعني البعد الراسي بتاع الشيست يعني من فوق لتحت. طيب لما العضلات الاكسترنال انتركوستال ماسل بتوسع لي البعد ده، كل الابعاد الانتروبوسيرور ديمتر والترانسفيرس ديمتر بتاع الشيست توسع لي الابعاد دي، يبقى انا عندي ثلاث ابعاد في الشيست، ترانسفيرس وانتروبوستيرور من قدام لورا، يعني من الاسترنال للعمود الفقري ورا، وده الانتروبوستيرور ده من الاسترنال للعمود الفقري اسمه الانتروبوستيرور ديمتر، والترانسفيرس ده اللي هو البعد العرضي، دول بتعملهم الاكسترنال انتركوستال ماسل. طب البعد الراسي من هيوسع لي البعد الراسي؟ هو انقباض عضله الحجاب الحاجز، يبقى كده انا وسعت الشيست. لما اوسع الشيست تقوم اللنج تتمدد، لما اللنج تتمدد ينخفض فيها الضغط عن الضغط الجوي، فيندفع الهواء من الجو الى دخول الرئه، دي على طول بنسميه البالمونري فنتليشن. زي ما قلت لحضراتكم على الحجاب الحاجز اهو، الديافرام هو بين، قلنا بين الشيست وبين الابدومن، العضله اللي قدام كاين دي لما بتنقبض تنزل لتحت في الانسبيريشن، انهاليشن يعني انسبيريشن، تنزل لتحت، وغير ان هي تنزل لتحت يبقى وسعنا الفيرتيكال دايمتر اللي هو ده، اللي هو ده البعد الراسي. طب انا عايز اوسع البعد العرضي بتاع الشيست كده واوسع من قدام لورا، يبقى مين اللي هتنقبض؟ الاكسترنال انتركوستال ماسل، يبقى العضلات اللي بين الدروع للاكسترنال انتركوستال ماسل دي هتقوم فاتحه لي الشيست كده، فارده الشيست كده، لما تنقبض تفتح الشيست فتوسع ابعاد الشيست العرضيه والاماميه الخلفيه، يبقى على طول الهواء الرئه هنا تتمدد والضغط فيها ينخفض، فيندفع الهواء من الاتموسفير الى داخل الرئه، ودي عمليه الانسبيريشن. الاكسبيريشن بقى مجرد بس ان العضلات اللي كانت اشتغلت في الانسبيريشن في الشهيق ترتخي، ولهذا يطلق على عمليه الزفير عمليه باسيف مش اكتف، لكن الانسبيريشن الطبيعي اكتف، في عضلات شغاله، ارتفاع هذه العضلات لكي تتم عمليه الاكسبيريشن او الاكسليشن ده او الزفير، يبقى دي عمليه باسيف كده، لان مفيش عضلات جديده جدت معانا ولا عضلات شاركت معانا جديده. يبقى هنا اذا الديافرام الحجاب الحاجز طلع لفوق اهو، يبقى بيرتخي، لكن هو لما بينقبض بينزل لتحت، لما بيرتخي يطلع لفوق كده، يبقى هو كده هيضيق لي، شوفهم هيضيق لي مين؟ اللي هو الفيرتيكال دايمتر بتاع الشيست، اللي هو البعد اهو، يطلع لفوق كده يبقى البعد الراسي بتاع الشيست قل، ولما عضلات الاكسترنال انتركوستال ماسل اللي بين الضلوع ترتخي تقوم تطبق لي الشيست، فتضيق لي الانترو اللي هو الترانسفيرس دايمتر يضيق مقارنه بده واسع اهو، وتضيق لي البعد الامامي الخلفي، يعني الشيست يتطبق من قدام لورا ومن الجناب، فلما يتطبق الشيست ده يضغط على الرئه، ولما يضغط على الرئه الضغط فيها يزيد عن الضغط الجوي، فيندفع الهواء من الرئه الى الضغط الجوي، فده عمليه الزفيره عمليه اكسبيريشن. هذا الميكانكس يا جماعه، الميكانكس هو انا بوصف اهو زي ما حضراتكم شايفين شغل ما يحدث على مستوى القفص الصدري اثناء عمليه الشهيق والزفير، ده الميكانيكس. هنا في الانسبيريشن الشيست واسع اهو، واسع اهو، هنا في الاكسبيريشن الشيست ده زي ما قلنا لحضراتكم، هم عضلتين اللي قلنا تاني، الديافرام هو المنوط بالفيرتيكال دايمتر، والانتروبوستيرور دايمتر، انتروبوستيرور والترانسفيرس دايمتر ده بتاع الاكسترنال انتركوستال ماسل. العضلات اللي بين الضلوع دي، العضلات دي. لما بتنقبض توسع
الانترو بوستيريور والترانسفيرس ديامتر، ولما ترتخي يضيق الانترو بوستيريور والترانسفيرس ديامتر. يمكن ده تلخيص للعمليه نفسها، تلخيص اهو، يقول لك هاو انسبيريشن اوكير، هو اكتف بروسس خلاص نتيجه انقباض الريسبيراتوري ماسل سواء الديافرام او الانتر كوستال ماسل. عمليه الديافرام بتزود الفيرتيكال اكسس بتاع الثراسك الكافي زي ما اتفقنا، وهي مسؤوله عن 75% من عمليه التنفس اصلا. السنتر كوستال ماسل دي بتزود اللاترال دايمنشن اللي هو الانترو بوستيريور والترانسفيرس ديامتر بتاع الشيست، عن طريق انها بترفع الريبس كده زي نظام الجردل. ما اعرفش انتوا عارفين الجردل ونظام الجردل، هنشوف صوره للجردل دلوقتي. الهواء بيتحرك يدخل ويخرج في الرئه نتيجه تغيرات الضغط. لما الاير بريشر ويزن ذا البلاي سبيس فول بلو اتموسفيريك بريشر، الهواء يدخل طبعا داخل الشهيد، ولما الهواء لما الضغط يزيد في الالفيولاي عن ضغط الجو الهواء يخرج. اهو ده نظام الجردل اهو، ده الجدول اللي اقصد حضراتكم. يبقى ده اهو الجدول، لما دي الاكسترنتال كوستال ماسل توسع الشيست كده، وعين دول يتضموا كده يدي على طول زي نظام الجردل، وسع ودين. يبقى انسبيريشن اكسبيريشن اكسبيريتوري بولز. الاكسترنال انتر كوستال ماسل بقى، الاكسترنال انتر كوستال ماسل دي عباره عن 11 بير من الماسل، 11 زوج من العضلات موجودين، بيبقوا فايبرز ران داون وورد اند فورد فروم اتش ريب انتو ذا ريب بلو، يعني من الريب اللي فوق للريب اللي تحت بيتجههم داون وورد وفورورد، وعشان كده الكونتراكشن بتاعهم بيرفع الانتيرور اند بتاع كل ريب بتاع كل ضلع، ويشدوا ابورد توارد ذا هوريزونتال بلين عشان يوسع الشيست يعني في الهوريزونتال دايركشن وفي الترانسفيرس دايركشن. بيزود الانتروبوستيرور دايمتر بتاع الثراسيك كيج قفص الصدر فروم. يبقى احنا دلوقتي الاكسترنال انتركوستال دي بتوسع حاجتين، الهوريزونتال بلين والانتروبوستيريور، الاثنين بيدلوا بسرعه، لكن بتاعت الفيرتيكال هي اللي هي عدد حجم الحاجه. بالزم بالاكشن بتاع الهاندل اوف باكيت اللي هو ايد الجردل، يعني بتشبه ايد الجردل، ايد الجردل يعني الرد بتشتغل زي ايد الجردل كده، وسعنا كده طبقنا ديالنا، هتشتغل زي ايد الجردل. ايه اهميه اكسترا انتر كوستال ماسل؟ الكونتراكشن بتاعها بيزود الانترو بوستيريور دايمتر، طيب، والكونتراكشن بريفنت الريب كيج فروم بينج بول داون وورد اند انورد از دايفرام ديسند يورنج انسبيريشن، ماشي، يعني عشان تتيح حركه حريه الحركه للدايفرام اثناء نزوله. اكت از اسينرجيستيك، يعني تشتغل كسينرجيستيك، يعني بتساعد الدايفرام في الاكشن بتاعه. ده نظام الجردل يا جماعه، دي لما تكتب الجدول كده يبقى انت وسعت الدايمتر ده كده، ولما تلم الجدول كده يبقى بتضيق بداية الدايمتر ده. هي الاكسترنتال كوستال مش زي ايد الجدول ده كده، الهاندل بتاع الباكت نفس الكلام اهو، ايد الجدول اهي، هنا هي الريبس اهي، فهي لما بنوسع ده نوسع كده، يبقى دي بتنقبض توسع، لما ترتخي ايد الجدول تنزل لتحت فيضيق الدايمتر ده، نفس الكلام. نيجي في الاكسبيريشن بقى، الاكسبيريشن ده عمليه باسيف، يعني بتحصل لمجرد ارتخاء عضلات الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل، ده في الريستنج كونديشن. هيقل الثراس الكافيتي طبعا الحجم بتاعه، فتنكمش الرئه ويزيد الضغط فيها، ولما العضلات ترتخي يقوم ضغط على القفص الصدري وضغط على الرئه، فالضغط يعلى فيها 1 سنتيمتر ميه، دي وحده قياس ضغط، او 1 مليمتر مركري اباف الاتموسفيريك بريشر. فلما الضغط يعلى في الرئه عن الضغط الجوي، الهواء يندفع من الرئه لبره، ودي زمانها حساب من 10 زي ما اتفقنا قبل كده، زمن الاكسبيريشن، والبوز دي فتره الراحه عقب الزفير، ودي زمانها 7/10 من الثانيه. الفورس ريسبيريشن بقى اللي هو التنفس العنيف، احنا كنا بنتكلم عن التنفس الهادي الطبيعي بتاعنا، احنا بنتنفس كده ريلاكس، لكن لما نتنفس تنفس عنيف بقى وقوي، في عضلة الفورس انسبيريشن اللي شغال معانا الديافرام والاكسترنال انتر كوستال اللي هم اصلا الطبيعيين بتوعنا دول، امال ايه اللي هيبقى يزيد بقى؟ دول هيزيدوا معانا بقى، هنحتاج عضلات كمان تساعدنا، الاكسسوري ماسل دول يساعدونا بالاضافه للي بيشتغلوا معانا الطبيعي في الانسبيريشن. هنحتاج اللي هم الاسترنوكليدوماستويد، العضله بتاعت الرقبه ده ايه؟ استرنوكليدوماستويد ماسل، العضله دي كده، دي الاسترنوكليدوماستويد، السراتس انتيريور، ادي السيراتس انتيريور، والسكاليناي، السكاليناي ماسل، والبكتراليز مينور اللي موجوده في الشيست هنا، واللاتيزماس دورزاي ماسل، العضلات دي هتساعدنا اسمهم اللي هم الاكسسوري ماسل.
محتاجهم كمان يساعدوا. طب انت الفورسد اكسبيريشن هو اصلا الاكسبيريشن الطبيعي، الاكسبيريشن الطبيعي اللي هو الريستنج بيحصل عند ارتخاء عضلات الانسبيريشن اللي هو الديافرام والاكسترنال انتركوستال. طب لما اعمل فورسد اكسبيريشن دي بتبقى عمليه نشطه، طالما نشطه يبقى في عضلات هتشتغل معانا جديده. الا هم عضلات الابدومينال ماسل اللي احنا قلناهم قبل كده من شويه، عضلات الابدومينال ماسل ترو ابدومينال وول والانترنال انتركوستال ظهرت معانا بقى تشتغل في الفورسد اكسبيريشن، التنفس العنيف اللي هو الزفير العنيف. الزفير الاكسبيريشن ارتخاء الاكسترنال انتركوستال والديافرام وظهور عضلات مين؟ الانترنال انتركوستال والابدومينال ماسل هينقبضوا معايا، لكن دول اساسيين هيرتخهم الى جانب انقباض عضلتين تانيين، يبقى في عضلتين هيرتخهم وعضلتين هينقبضوا. اللي هيرتخهم اللي هم بتوع الانسبيريشن اكسترنال انتركوستال والديافرام، واللي هينقبضوا هم الانترنال ابدومينال وول والانترنال انتركوستال ماسل، دول ينقبضوا. كل ده هيضيق لي الشيست اهو، هيضغط لي الشيست كده من قدام لورا ومن العرض من فوق لتحت يطرد الهواء ده في الزفير. نشوف السؤال ده كده مع بعض. Which of the following is true during the inspiration? Intra-pleural pressure positive. لو الضغط positive كده inspiration حوالين الرئة، الدورة دي حوالين الرئة، هيضغط على الرئة ويعمل زفير، مش يعمل شهيق، دي شهيق. الالفلر بريشر هاير ذان اتموسفيريك بريشر، نفس القصه، ما هو الضغط في الالفلاي اعلى من الضغط الجوي، ده يبقى زفير، هيطلع الهواء بره في الشارع مش شهيق. الالفلر بريشر بيساوي الاتموسفير، يبقى هو لا شهيق ولا زفير، ده محلك سر. انترا بلور بريشر از مور نيجاتيف ذان اتس ديورنجكس، اهو ده بقى الضغط يبقى نيجاتيف هنا في البلورا، فده يساعد تمدد الرئه ويساعد ان الهواء يدخل في الرئه، هو ده. الفورسد اكسبيريشن بيحصل في انهي حالات؟ يعني احنا عندنا في النورمال كونديشن ما بيحصلش فورسد اكسبيريشن، لكن عشان يحصل فورسد اكسبيريشن ده ممكن يحصل في حاجات طبيعيه وحاجات مرضيه. زي ايه حاجات مرضيه؟ ممكن يحصل اكيوت بصوره حاده فجاه كده في حالات الازمه بتاعت الرب الشعبي برونكيال ازمه، يعني يقعد يعمل كده في برونكيال ازمه وشغال الزفير عنيف الحقيقه، لان بتبقى المشكله عند المريض ده عنده ضيق في الشعب الهوائية، فالمعاناة أكتر أثناء خروج الهواء مش دخوله على فكرة. المرض ده المعاناة أكتر أثناء خروج الهواء مش دخول الهواء. كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز دي أمراض الرئة الانسدادية المزمنة، ولنا لقاء معها إن شاء الله في الحالات القادمة، الحالة الثانية في الكورس برونكيال أزمة، الحالة الثالثة سي أو بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. دي الحالات بتاعتنا الثلاثة بتوع الأسبيريشن. إنفيزيما هو مرض التمدد الرئوي. ده احد انواع الرئيسيه بتاعه الكرونيك اوبستراكتيف، بيبقى شكل الشيست زي البرميل كده نتيجه الستريننج اللي بيحصل في الشهيق والزفير وبتحديد الزفير اكتر. يعني سيجاره سموكر تدخين السجاير، بلومج النفخ ما حد ينفخ، تريننج زي الست هي بتولد مثلا كده، يعني زي فورس اكسبيريشن هي بتولد كده تريننج، واحد عنده امساك. يعني لان السؤال تاني ديورنج الفورس اكسبيريشن اكتف contracting muscle include العضلات دي بتاعت الفورسد اكسبيريشن، فورس المسل اللي محتاجها مين بقى؟ سترنومستويد دي بتاعت الفورسد انسبيريشن، الديافرام ده بتاع الانسبيريشن بيقول لك contracting، الاكسترنال دي بتاعت الانسبيريشن contracting، لكن دول بيرتخم في الاكسبيريشن مش بينقبضوا. الابدومينال مسل دي اهو هي والانترنال انتركوستال مسل هم اللي بينقبضوا في الفورسد اكسبيريشن، هي الاجابه دي. الفرق بين الاكسبيريشن والانسبيريشن بسرعه عامه، كويت بريزنج يعني التنفس الهادئ اثناء الريست الراحه، الفورس للتنفس العنيف، ماذا يحدث في الزفير والشهيق؟ الكويت بريزنج بيحصل ريلاكسيشن في الزفير، الاول نشوف الانسبيريشن كونتراكشن في الديافرام والاكسنتريك كوستال ماسل بيزودوا الثوراسيك واللنج فوليوم، يقللوا الانترا بلمونري بريشر الى ناقص 2 ملم مركري يعني اقل من الضغط الجوي. هنا في الزفير ريلاكسيشن في الديافرام والاكسترنال انتركوستال بلس الالاستيك ريكول بتاع اللنج ده الرئه تنكمش لوحدها كمان بطبيعتها الخاصه، ده يقلل حجم الرئه ويرفع الضغط داخل الرئه اعلى من الضغط الجوي 2 ملم. طب الفورست بقى بيحصل كونتراكشن في الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل، وهنا كمان معانا عضلات في الفورست انسبيريشن اللي هم عضلات اللي هي الاكسسوري ماسل معانا هنا، وهترفع الضغط جدا في ال هيبقى الضغط يقل جدا في الرئه ويندفع الهواء من الضغط الجوي الى الرئه. طب في الفورس فنتليشن فورس اكسبيريشن بقى
يحصل ريلاكسيشن في الديافرام والاكسترا كوستال ماسل والى جانب الاستيك ريكول بتاع اللنج. اللنج بطبيعتها بتنكمش من تلقاء نفسها، لو سبتها زي البالونه كده، البالونه تنفخها تنفخها، انت محتاج طاقه عشان تنفخها بصعوبه، لكن تسيبها بتنكمش لوحديها. هي دي الرئه كده بالظبط يعني. هنا وهنا بيبقى الضغط داخل الرئه اعلى من الضغط الجوي، فالهواء يندفع من الرئه الى الضغط الجوي. طبعا هنا في الفورس فنتيليشن بيبقى عضلات هنا شغاله معانا اللي هم الابدومينال ماسل، وعندنا الانترنال انتركوستال. دي تغيرات الضغط اثناء عمليه الشهيق والزفير. يبقى ده الشهيق، ده الزفير، يبقى ده الشهيق كده، ده الزفير. هنا حجم الرئه، يبقى هنا يبقى هنا الحجم بتاع هذا الانترا بلور بريشر، الضغط بيقل اهو، ده الضغط بيقل، انترا بلور بريشر الضغط في البلور حوالين الرئه، وبعدين يزيد بصفه ما هو اثناء الزفير عشان يطرد الهواء. هنا الفلو بس زمن الفلو بتاع الهواء نفسه، ده الفلو، ده الالفلر بريشر بيقل اهو، الالفلر بريشر ناقص واحد اهو اثناء عمليه الشهيق، وبيزيد اثناء عمليه الزفير. كونتراكشن بتاع الديافرين اللي هو essential to provide energy enough sorry enough pulmonary ventilation to support life provide energy أو sorry enough pulmonary ventilation to support life support life leads to protrusion of the anterior abdominal wall cause a decrease in the presence of gradient between side lung and the intrapleural space. Stop the spinal cord is cut at the seventh cervical segment. الإجابة هنا تبقى يا حضراتكم. The contraction بتاع الديافرام leads to protrusion of the anterior abdominal wall. ينقبض، لما بينقبض ينزل لتحت. لما ينزل لتحت كده يرفع الضغط داخل تجويف البطن. فيزق عضلات البطن لقدام. بس. ده الإجابة هنا. ايه الفاكتورز افكتنج بالمونري فنتليشن؟ عرفنا بقى الشهيق والزفير ده بيعمل تبقى تبادل الهواء بين الاتموسفير وبين الرئه. ايه العوامل اللي بتاثر فيهم؟ نشوف مع بعض كده العوامل. فاكتورز يعني ايه تعريف البالمونري فنتليشن؟ اول هو عمليه الانفلو، انفلو اللي هو دخول وخروج الهواء عن طريق الريسبيراتوري سيستم، دخول وخروج الهواء. العوامل اللي بتاثر في البالمونري فنتليشن الاير واي ريزيستنس، ما انت عندك ممرات هواء، لو انت ضيقت ممرات الهواء دي ما انت هتعوق عمليه الفنتليشن. لو وسعت الممرات يبقى الفنتليشن يبقى سهل. بريشر جريدينت فروق الضغط داخل تجويف الصدر. السيرفكتانت الكومبلاينس. هما دول العوامل اللي هتاثر في البلمونري فنتليشن. فالفاكتورز افكتنج البلمونري فنتليشن الريزيستنس بتاع الريسبيراتوري الاير واي الاير واي باسج. البريشر داخل الثوركس. السيرفكتانت والكومبلاينس بتاع الشيست واللنج. درجه المرونه بتاعت الشيست واللنج. الديامتر بتاع الاير باسج اللي هو الاير واي ريزيستنس. الاير واي ريزيستنس يا ترى مين اللي يتحكم فيه؟ عندي حاجه تتحكم في قطر اللي هي ممرات الهواء، يعني القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه القطر بتاعها مين يضيقه مين يوسعه. عندي حاجه تتحكم فيه البرونكيال ماسل تون، يعني انقباض العضلات الطبيعي اللي موجود في دي انقباض العضلات بتاع السموث ماسل اللي موجوده في البرونكاي. ايه اللي ممكن ياثر فيها؟ مواد كيميائيه ممكن تضيقها وتوسعها، ممكن اعصاب. الاعصاب دي زي الاوتونوميك نيرفس سيستم سمباثيتك، عارفين هو بيوسعها بيعمل ريلاكسيشن في البرونكال ماسل، والباراسمباثيك بيعمل كونتراكشن فيضيقها. والريفلكس ممكن واحد يتعرض للدخان للدست التراب يحصل على طول ريفلكس، او يتعرض للبرد يحصل كونتراكشن فيها دي على طول. التعرض للريفلكس يعني منعكس عصبي. طيب البرونكال ميوكوزا في المرضى اللي عندهم مثلا كورونيك برونكايتس التهاب شعبي مزمن بيحصل سيكنس في الميوكوزا بيزيد سمك الميوكوزا، ولما الميوكوزا السمك بتاعها يزيد تطغى على تجويف الشعب الهوائي، تقوم تضيق الشعب الهوائي. يعني منتهى البساطه ابسط مثال يعني. بيحصل احتقان في الميوكوزا دي هيضيق اليومن التجويف نفسه بتاع الشعب الهوائي. البريشر جريدينت تغيرات الضغط. الانسبيريشن والاكسبيريشن. يعني في الانسبيريشن بيحصل برونكو دايليتيشن توسع الشعب الهوائي نتيجه تغيرات الضغط في منطقه الثوركس. تغيرات الضغط في منطقه الثوركس اثناء الزفير دي بتضيق الشعب الهوائي. لو بدأنا بالعوامل بقى الأساسية البرونكو موتور تون. البرونكو موتور تون يعني القطر بتاع الشعب الهوائية أثناء الريست. ممكن مين يأثر فيه؟
السمباثيك لو اشتغل في الاستريس كونديشن هينشط الالفا ريسبتور يعمل برونكو كونستريكشن، هيشتغل على البيتا ريسبتور يعمل برونكو دايليتيشن. المحصله ان هي برونكو دايليتيشن، المحصله ان هي برونكو دايليتيشن. برا سمباثيك بيشتغل على برونكو كونستريكشن عن طريق شغله على الماسكارينيك، على الماسكارينيك ريسبتور. ده شغل مين؟ يبقى هنا البرونكو كونستريكشن ان الشعب الهوائيه تضيق، القطر بتاعها يضيق. لو الميو شوفوا ده مثال اللي انا قلت لحضراتكم عليه، لما الميوكاس ممبرين يبقى السمك بتاعه يزيد كده، ده الميوكاس ممبرين. لما السمك بتاعه يزيد يضغط على التجويف ده فيضيق التجويف، بيعمل برونكو كونستريكشن. ده الطبيعي اهو، ده الجدران الطبيعي. فلما الجدران دي الميوكاس اللي بيبطن الشعب الهوائي دي، الميوكاس ده يلتهب او يحصل فيه مشكله، فيزيد السمك بتاعه يضغط على التجويف فيضيق التجويف بعد دخول الهواء. في انفلاماتوري كيميكال ميدييتور، يعني مواد كيميائيه بتطلع في الالتهابات، هل هي ممكن تاثر على قطر الشعب الهوائي؟ اه، زي الهيستامين بيضايق الشعب الهوائي برونكو كونستريكشن، السيروتونين بيعمل برونكو كونستريكشن بيطلع من الصفائح الدمويه ده البليتلتس. بروستاجلاندينز في نوعين، بروستاجلاندين اف 2 الفا بيعمل برونكو كونستريكشن، بروستاجلاندين اي 2 برونكو دايليتيشن. الليكوترينز دي كيميكال ميدييتور بتطلع في الجهاز المناعه، بتعمل بروديوس دي في اللنج ريسبونس تو انفلاميشن بتاعت الالتهابات تعمل برونكو كونستريكشن. بليتلت اكتيفيتنج فاكتور دي ماده بتطلع من الصفائح الدمويه تعمل برونكو كونستريكشن وبالمونري فازو كونستريكشن ولارينجيال اديما وميوكاس سكريشن، يعني بتبوظ الدنيا خالص. هذه الماده بليتلت اكتيفيتنج فاكتور دي بتضايق الشعب الهوائي وتضايق الاوعيه الدمويه في الرئه وتعمل ورم في الحنجره وتزود افراز المخاط، يعني بتمنع التنفس من الاخر وتخنق العين. السو 2 لما بيزيد بيعمل برونكو دايليتيشن، ونقص السو 2 بيعمل برونكو كونستريكشن. برضه من الحاجات اللي هي مؤثره اللي هو الكربون دايوكسيد نفسه، ده مهم على فكره. الكربون دايوكسيد ده بيعمل برونكو دايليتيشن لما يزيد، ولما يقل يعمل برونكو كونستريكشن. طبعا غني عن التعريف، يعني السجاير يعني دي من الحاجات اللي بتعمل برونكو كونستريكشن عنيفه، وبعد كده ممكن تؤدي الى ما يسمى بتدخل بعد كده حاجه اسمها الكورونا برونكايتس. السجاير نفسها تعمل كورونا برونكايتس، يعني التهاب شعبي مزمن، ثم يليه ما يسمى كورونا كونستركتيف بالمونري ديزيز في انفيزيما، ويبقى في علاجها ان هي هو زرع رئه جديده، وده يعني متاح بصعوبه حاليا. يعني في ريفلكسز بقى اللي هي بتعمل برونكو كونستريكشن، التعرض للدست التراب او الكولد اير، التعرض للبرد ممكن يعمل، يعني ممكن اول ما يتعرض للبرد كده يكح كده بتاع بيضيق نفسه شويه. السموكنج الدخان بتاع السجاير كل ده بيعمل برونكو كونستريكشن، يبقى التراب الى اخره. العوامل الاخرى اللي زلنا في الحاجات اللي بتاثر في قطر ممرات الهواء، تزود المقاومه، تعوق دخول الهواء داخل الرئه، وتعوق البلمونري فنتليشن. الميوكاس سكريشن وفهمناه اللي هو لما الميوكاس بيزيد افرازه بيضيق لي ممرات الهواء، ما هو موجود داخل اليومن، يعني بيبقى موجود داخل تجويف الهواء فيضيق ممرات الهواء، يبقى ده بيزود الريزيستنس في حاله الالتهاب الشعبي المزمن اسمها كرونيك برونكايتس. التهاب الشعبي المزمن ده يعني بيبقى يكح اكتر من اسبوعين، يعني يكح كده اكتر من اسبوعين، ده بيزود السكريشن بتاع المخاط ويزود السكنس بتاع الميوكوز نتيجه الالتهابات اللي بتحصل في منطقه الميوكاس ممبرين. البريشر جريدينت بقى ده من العوامل اللي بتاثر في الايروي ريزيستنس، اللي هم ايه؟ اثناء الاكسبيريشن في الزفير ماذا يحدث في الزفير؟ في الزفير الضغط في الثوركس هو اكتر من الضغط جوه الرئه، تجويف الصدر ضغط اكتر منه في تجويف الرئه، فلما الضغط يبقى ده اكتر من ده يضغط على ممرات الهواء، ما هو الضغط في الثوركس ده حوالين الرئه، يعني الضغط حوالين الرئه والبرونكايو التراكيه عالي، فلما الضغط يكون بره عالي يضغط عليهم كده، يضغط لهم من بره يضيقهم، يعني برونكو كونستريكشن. طب في الانسبيريشن الضغط التجويف الصدر بيبقى منخفض، يعني الضغط حوالين التراكيه والبرونكاي بيبقى قليل، فيسمح لها انها تتمدد بسهوله، فتعمل برونكو دايليتيشن. اللوكال فاكتور اللي بتاثر في الايروي ريزيستنس، حاجات بقى لوكال اخرى زي ان قلنا السو 2 لما بيزيد ونقصه، السو 2 لما يزيد يوسع، والسو 2 لما يقل يضيق الشعب الهوائي. الايريتانت والالرجنز المسببات الحساسيه تعمل برونكو كونستريكشن وتعمل اوبستراكشن في الايروي. الهيستامين والسيروتونين والبليتلت اكتيفيتنج فاكتور قلناهم، دول بيعملوا برونكو كونستريكشن. البيتا 2 اجونست
دي بتوسع الشعب الهوائي زي الابنفرين، ده سمباسوميميتك يعني ادويه بتنشط السمباساتك، يبقى ده بتوسع اوضه ابن سلام في علاج العيانين بتوع الازمه، يعني علاج عيانين الازمه ابن سلام في العلاج الحكايه دي. بيتاتو اجونست والايزوبرينالين كل ده حاجات سمباسوميميتك، والسالبيوتامول كل دول سمباسوميميتك عن برونكو ده، يعني بينشطوا السمباساتك بينشطوا البيتا 2 ريسبتور في البرونكات. كل ده كان احد العوامل المؤثره في البلمونري فنتليشن الا وهي الاير واي ريزيستنس والعوامل المؤثره في قطر الشعب الهوائي. برضو قبل ما اعديها في حاجه اسمها السيركاديال ريزم او الدايرنال فاريشن بيتحكم في قطر الشعب الهوائي. معنى احنا لو بنصحى الصبح بنلاقي بيبقى قطر الشعب الهوائي ضيق شويه، واثناء النهار كده والاكتيفيتي كده نوصل اخر النهار تلاقي قطر الشعب الهوائي بدا يزيد ده، وبعدين اروح انام يبتدي يضيق تاني ويبقى يصل الى اقصى ضيق له الصبح وانا صاحي من النوم، وبعدين اثناء النهار يبتدي يوسع بالتدريج وهكذا. ده بنسميه الدايرنال فاريشن او البرونكو موتور تون، يعني قطر الشعب الهوائيه المتاثر بالساعه البيولوجيه بتاعه الجسم. ده بيتاثر عليها في حته في المخ بنسميها الهايبوثالاموس، هي اللي بتاثر على قطر الشعب الهوائيه كده مع النشاط اليومي النوم او الليل والنهار. نيجي للعامل التاني بقى اللي بيأثر فيه بالنيرف انتليشن الا هو السيرفكتانت. سيرفكتانت ماده السيرفكتانت، ايه هو السيرفكتانت، بيشتغل ازاي، واهميته الفانكشن، وايه البروبلم الناتجه عن نقصه، يعني ايه المشاكل الناتجه عن نقص السيرفكتانت. هو احنا لو فصصنا الكلمه سيرفكتانت يبقى سيرفيس اكتنج او اكتيف ايجنت، يعني مادة تعمل على سطح الحويصلات الهوائية. يبقى سيرفكتانت هي مادة تعمل على سطح الحويصلات الهوائية، هذا الحويصلات الهوائية في تماسك بين الخلايا، الخلايا اللي هي بتاعت الحويصلات دي، الخلايا دي في تماسك بين الخلايا وبعضها. هذا التماسك بيعمل حاجة اسمها سيرفيس تنشن، يعني بيزود التوتر السطحي وقوة الشد على سطح الحويصلات الهوائية. قوة الشد دي ممكن تعمل كولابس، يعني التوتر اللي على الحويصلات ده الشد ده ممكن يعمل التنشن ده ممكن يخلي الحويصلات تنكمش. ربنا خلق ماده بتبطن اهي، ماده بتبطن الحويصلات الهوائيه، هذه الماده بتقلل من التوتر السطحي او الشد على سطح الحويصلات دي، لما تقللها تمنع انكماش الرئه، هي ده السيرفكتانت. السيرفكتانت ماده بتقلل التوتر السطحي على سطح الحويصلات الهوائيه وتمنع التماسك بين الجزيئات على سطح الممبرين هنا، بالتالي لان التماسك ده الشديد ده بيخلي الحويصلات تميل الى ان تنكمش، لكن اللي بيقلل انكماشها ويساعد عمليه التنفس وتتمدد بهدوء في عمليه الانسبيريشن هو ماده السيرفكتانت. يبقى السيرفكتانت عباره عن كيميكال سبستنس، ماده كيميائيه which lines alveoli موجوده بتبطن الحويصلات الهوائيه، بتبطن lines alveoli بتبطن الحويصلات الهوائيه، ديكريز السيرفيس تنشن بتقلل التوتر السطحي على سطح الحويصلات الهوائيه، تمنع اللانج كولابس، تمنع انكماش الرئه. بتتكون ايه الماده الكيميائيه دي؟ مكوناتها يا اما في دهون بتنتمي الى عائله الفوسفوليبيد اسمها داي بالميثايل ليسيسين، ده الجزء الرئيسي في تكوين السيرفكتانت، دهون تنتمي الى عائله الفوسفوليبيد بنسميها داي بالميثايل ليسيسين. في بروتين اسمه ابو بروتين، وأيونات كالسيوم بمكونة من ليبيدو بروتين وأيونات والكالسيوم، وده مكونات السيرفكتانت. تو هرمونز نيدد للسيرفكتانت فورميشن، في هرمونين مهمين جدا لتكوين السيرفكتانت، مادة الكورتيزون هرمون الغدة الكظرية اللي بنسميه الكورتيزون، هرمون الغدة الدرقية اللي بنسميه الثيروكسين. يبقى الهرمونين دول مهمين جدا لتكوين مادة السيرفكتانت، بيحفزوا الخلايا بتاعة الحويصلات الهوائية عشان تكون مادة السيرفكتانت. زي ما هنشوف اهميتهم في العلاج حتى لما يكون ده السيرفكتانت ناقص، هنشوف اهميه الهرمونين دول الكورتيزول والثيروكسين. دي السيرفكتانت موجود في الصيدليات تحت المسمى ده، وهنشوف اغراض يعني اغراض استخدامه مثلا في ايه، يعني ده السيرفكتانت موجود تحت المسميات ديت في الصيدليات، يعني هو حديثا عملوه كده. هو السيرفكتانت زي ما انتم شايفين في جزئين، يعني السيرفكتانت فيها جزئين، فيها جزء ده من التركيب الكيميائي للسيرفكتانت، جزء هيدروفيلك وجزء هيدروفوبيك، يعني الهيد بتاعته هيدروفيلك يبقى بتحب الميه، والجزء الثاني بتاعه بكاره للميه يبقى ده بنسميه هيدروفوبيك تيل. يبقى في عندنا هيدروفيلك وهيدرو ايه
هيدروفوبيك. يبقى تاني هذا الهيدروفيلك بارت يبقى واحد بره ده كده، عشان ده اللي هيمسك في الميونقس، يعني الجزء اللي بره بتاع الماده دي هو اللي هيمسك في الميونقس. والميونقس انت عارفين مكوناته الميه، فالجزء اللي بره ده بيحب الميه فيمسك في الميه بتاعه الميونقس. الجزء اللي هو ده بقى اللي هو الهيدروفوبيك ده اللي هو الجزء اللي خارجي ده اللي هو الهيدروفوبيك تيل. يبقى ده كل واحده اهوت لها هيد ولها تيل او تيل، ده هيد وده تيل او تيل. الهيد ده اللي بره ده اللي هيمسك فين؟ في الميونقس، عشان يلزق في جدران الحصوات اللي من جوه. خلاص، لان لو هو الجزء الدهني ده مش هيمسك في الميونقس، الجزء الدهني ده لو كان بره كده يبقى مش هيمسك في الميونقس. يبقى اللي بره لازم يبقى اي حاجه ميه عشان تمسك في الميه بتاعه الميونقس. يبقى ايكوس بارت ايكوس، يبقى ده في الميه يمسك هنا في الميونقس، ده الهيدروفيلك. الهيدروفيلك اهو هو ده هيدروفيلك، يبقى اتراكتد تو ووتر، يبقى هيمسك في الميه. والتيل ده بيتنافر مع الميه، هيدروفوبيك يعني. فده مكونات يا جماعه السيرفكت، هيدرو اهو جزء هيد وتيل. الهيد يحب الميه، التيل يكره الميه. طب بيحب الميه، يبقى ايه اللي هيمسك فيه هنا بقى ان شاء الله؟ ما هو الماده دي ماسكه في جدران الحواسات الهوائيه هنا كده يعني، اهو ماسكه هنا في الجدران من جوه هنا كده. ما هي الجدران دي فيها ميونقس، الميونقس ده فيه ميه، فعشان امسك في الميه يبقى لازم الجزء اللي بره ده يمسك في الميه هنا بتاعه الميونقس، عشان يمسك في الميه يبقى يلزق في الجدران. لما يلزق في الجدران هيقلل الاير ووتر انترفيس زي ما هنشوف دلوقتي، ويقلل التوتر السطحي. يبقى ده هيد وده التيل، الهيد هيدروفيلد والتيل هيدروفيلد. ده مكونات السرفكت، ده مكونات السرفكت. وده تجربه في الحواسات الهوائيه، هو بيبطنها اهو، بيبطن الحواسات الهوائيه. الجدران اهي بتاعت الحواسات اهي، والجزء بتاع الميه هو اللي ماسك فين؟ الجدران بتاع الحواسات الهوائيه، ماسك في الميوكس بتاعها، الجزء اللي هو المائي ماسك في الحواسات بتاعتها. خلاص؟ طيب. يبقى تو بارت، جزء دهون مكون من السرفكتنت. فالفوسفوليبيد في ليبيد بارت اللي هو الهيدروفوبيك بارت فلوت اون ذا توب اوف ووتر فلويد ابلاينج الفيلون. الفوسفيت بارت هيدروفيلك اند اميرز ان ذا فلويد لاير بتاع الميوكس يعني. سبريدنج فاكتور فور فوسفوليبيد اون ذا سيرفيس اوف ذا فلويد اند بريفينتنج اتس كوليكشن ات سيرتن بوينت. هما عندنا الابوبروتين والكالسيوم، مكونه من فوسفوليبيد مكونات السرفكتن، فوسفوليبيد وابو بروتين وكالسيوم. بتمنع الاير ووتر انترفيس. ايه حكايه الاير ووتر انترفيس دي؟ طيب نشوف على الرسمه كده. شوف هو هنا انا عندي لما الهواء بقول لحضراتكم الجزء اللي هيبقى ماسك في ناحيه التجويف الالفيولاري ده جزء الدهون مش الميه، لكن الجزء اللي بتاع السرفكتنت اللي هو الجزء المائي فيه يمسك ناحيه هنا يعني. الجزء اللي هيبقى جاه داخل تجويف الالفيولاري ده الجزء الدهني بتاع اللي هو جزء الليبيد لاير بتاعه السرفكتنت نفسها. ماذا يحدث طبيعي بقى؟ شوف حضرتك كده، هو لما بيدخل كده نفترض ان مفيش سيرفكتنت، نفترض ان مفيش سيرفكتنت خالص يعني، ننسى ان في سيرفكتنت. يبقى الهواء يدخل يخبط على طول، الهواء يدخل يخبط في طبقه الميه بتاعه الميوكس على طول. لما الهواء الاير يخبط في الووتر اير ووتر انترفيس اللي هو طبقه الميوكس، يقوم يزود التوتر السطحي اهو، تقوم تشد الجدران دي تشد مع بعضها ويزيد التماسك بين جزيئاتها وتعمل انكماش في الرئه، فده يعوق عمليه التنفس. ربنا عشان يخف من المشكله دي ويقلل الكولابس بتاع اللنج، قال لك طب ما هو الهواء لما يدخل بلاش يخبط في الميه، امال يخبط في ايه؟ قال لك خلي ماده هنا يبقى فيها جزء دهون كده هو ده اللي يتقابل الهواء، والميه خليها لازقه في الجدران هنا، يبقى الجزء بتاع السرفكت بتاع الميه لازق هنا والهواء تخبط في طبقه الدهون، ده يقلل التحام الهواء بالميه. لما الهواء ما يخبطش في الميه ده يقلل التوتر السطحي اللي هنا ويسمح بتمدد الرئه ويمنع انكماش، ده يقلل الاير ووتر انترفيس، ده يقلل الاير ووتر عندها اهميته الرئيسيه وبالتالي يمنعهم بريفنت الاير ووتر انترفيس وبالتالي يمنع انكماش الرئه. دي الوظيفه الاساسيه. لو اخذنا فكره عن عشان نعرف ايه الخلايا اللي بتفرز السرفكتنت ده، انواع الخلايا في الحواسات الهوائيه، في تايب 1 سيلز وفي تايب 2.
تايب 1 دي بتبقى سين برايمري لايننج سيلز، يعني التايب 1 دي هي الخلايا سين برايمري لايننج سيلز، والتايب 2 تبقى خليه سيك مع ميني انكلوجن بودي بنسميها الكلارا سيلز اوف ذا برونكيولز، دي اللي بتفرز السيرفكت. يبقى هو بيفرز منين؟ بيفرز من التايب 2 الفيولار سيلز. طب في خلايا ثانيه؟ في بالمونري الفيولار ماكروفاج، في خلايا ثانيه في الالفيولاي، في ليمفوسايت ماست سيلز بلازما سيلز، دي الخلايا اللي بتبطن الفيروسات الهوائيه. دي هيستولوجي. احنا عندنا ادي الماكروفاج لحضراتكم، والسيرفكتانت اهو دي بنت السيرفكتانت بيبطن عمر الفيروسات الهوائيه، وده الخلايا بقى الماكروفاج ماتيور ماكروفاج والاماتيور اللي هي المونوسايت، ده الالفيولار سبيسز بين بعضها، ده التايب 2، تايب 2 الفيولار سيز اللي بتفرز السيرفكتانت اهو، تفرز هنا تفرز السيرفكتانت. السايت اوف سكريشن بتاع السيرفكت بيفرز منين؟ الفيولار سيل تايب 2، هي جرانيولار ليموسايت او اسمها كلارا سيل اوف برانكيول. الفيولار سيل تايب 1 دي ديب فلات ايبيثيليوم رابيد اكستشينج بالجازز، ومسؤوله عن عمليه تبادل الغازات، ومسؤوله برضو عن فاجوسيتوزس، في تشتغل كاميون ديفنس ميكانيزم بتاع جهاز المناعه. لكن 2 هي اللي بتاعت مين؟ السيرفكت. بيتخزن فيها السيرفكتانت عن طريق في صوره لاميلر بوديز، يعني بتخزن شوفهم صورة كده طبقات كده عامله زي ما انا بعمل كده بالظبط، هي دي لاميلر بادز، يعني السيرفكتانت بيتكون يبقى صورة طبقات كده ملفه حول بعضها كده عامله دايره اسمها لاميلر بادز. طب ايه اللي بيخرج السيرفكتانت من الخليه اللي بتفرزه؟ هو افرز في الخليه وتخزن في صورة لاميلر بادز. طب ايه اللي يخرج؟ دخول الهواء بقى، الهواء لما بيدخل ويخبط في الخليه دي هو التايد الفوليوم، التايد الفوليوم ده اللي هو كميه الهواء اللي بتنفسه في المره الواحده حوالي 500 مللي بنتنفسهم في الشهيق في كل الريسبيرت سايكل. هو اللي بيدخل ده هو اللي بينشط هذه الخلايا، يعمل لها حاجه اسمها ديستورشن. ديستورشن يعني يغير شكل السيل ممبرين كده على السيرفس، فيطلع السيرفكتانت من الخليه المفرزه له الا وهي الفيولار سيل تايب 2. دي الالفيولار سيل تايب 2 اللي بتبني السيرفكتانت، وده السيرفكتانت اهو، دي عامل لير ومبطن الايبيثيليوم ومبطن الالفيولاي اهو، ده مبطن الالفيولاي، وده صوره اللاميلر بادز اللي متخزن فيها السيرفكتانت داخل الالفيولاي. بعدين لما الهواء بيدخل يخبط في الخليه دي كده يقوم يطلع، هو يحصل هواء دي كده يقوم يطلع مين؟ السيرفكتانت، وياخد مكانه ويبطن الفواصلات الهوائيه. هذا التايب 2 الفيولار سيلز، دي الخليه بتفرزه، وده اللاميلر بادز اللي مخزن السيرفكتانت بسرعه، فيخرج يقوم يبطن مين؟ اهو هو ده السيرفكتانت الازرق، ده السيرفكتانت بيبطن دول الفواصلات الهوائيه، هي بيبطنها من جوه هنا كده عشان يقلل التوتر السطحي ويمنع احتكاك الهواء بالمية مباشرة. في طبقة دهون كده بتبقى في السكة بين الهواء وبين المية، دي تقلل التوتر السطحي. ديستورشن عندنا بنغير الهواء لما بيدخل بيخبط في الايبكس بتاع الالفيولار سيل يطلع منها السيرفكت. طب هو لما بيتبنى ايه اللي ممكن يكسره لما يكون زايد عن حده؟ انزيم اسمه فوسفولايبيز بيكسر الزيادة بتاعت السيرفكت. اللنج بتميل الى ان تنكمش بطبيعتها، لو انتوا حكوا اللنج طبيعتها بالالاستيست والمرونه زي البالونه بالظبط. البالونه عشان تفردها تقعد تنفخ كده عشان تنفخ البالونه، وهي دي اللي بيحصل بالظبط. يبقى عمليه زي عمليه الشهيق في جسم، ان عمليه الشهيق عمليه اكتف محتاجه طاقه وتقعد لسه هننفخ ومش عارف ايه، لانها بتشتغل ضد طبيعه الرئه. طبيعه الرئه تميل الى ان تنكمش وليس الى ان تتمدد. طبيعه الرئه لو سيبنا الرئه مش هتنفختها زي البالونه هنفخ البالون. طب سيب البالونه لوحدها، سيب من غير ما تضغط عليه، سيبها لوحدها كده هتلاقيها هي لوحدها انكمشت وطلعت الهواء لوحدها اللي فيها. هي الرئه كده بالظبط. الرئه عشان افردها لابد ان اعاني وانا بفردها في الشهيق. لكن هي الزفير بيحصل تلقائي لان بطبيعتها هي تميل الى ان تنكمش الرئه ليس الى ان تتمدد. يبقى هي اللي هو الاستيك ريكول اوف ذا لانج اهو بتاعها ميلها دي الاستيست بتاعتها، والسيرفس تنشن اللي موجود على سطح الفواصلات الهوائيه، هو ده بيساعد هي تنكمش. بس التوتر السطحي على سطح الفواصلات الى جانب النسيج الطبيعي بتاع الرئه، النسيج اللي هو المرن الاستيست بتاعت الرئه بيساعدوها الى ان تنكمش. يعني الجاي منين التوتر السطحي ده؟ الاتراكشن فورس اهو بين اتش 2 نيبرنج مولكيول اوف فلويد لاينج الفيولاي في السيركل اوف الفيولاس از ريزلت اوف اير ووتر انترفيس. كون ان ده اللي بيقلل عشان تساعد، ما انت لو سبت ده كده طايح في الرئه ده مشكله، لا مش هتعرف تخليها تتمدد في الشهيق. فاللي بيقلل التوتر السطحي ده هو مين؟ السيرفكتانت، عشان يسمح بتمدد الرئه اثناء الشهيق. ايه وظيفه السيرفكتانت بقى؟ نجمع بقى وظيفه السيرفكتانت.
اولا بيقلل السيرفيس تنشن، التوتر السطحي في الفري وود لايننج الالفيولاي ثرو باي 12 مره سبيشال ديورنج الاكسبيريشن، بلس بريفنتنج الكولابس اوف ذا سمول الفيولاي ديورنج الاكسبيريشن. جميل، يعني بيمنع الكولابس بتاع اللنج اثناء الاكسبيريشن، ده مهم ان هي هفردها هفردها، لكن هي لو تنكمش لو انكمشت مش هعرف افردها تبقى مشكله. هو بيعمل ايه بقى؟ سكاترز امونج الفلويد مولكيول، يعني هو بينتشر السيرفكتنت بين الجزيئات المترابطه دي ويفك الترابط بينهم ويقلل قوه التجاذب بين هذه الجزيئات. سبريد اوفر ذا فلويد بريفنتنج الاير وفلويد انترفيس، قلنا هو برده بيبقى سبريد على الميوكس وبيمنع معمل طبقه بين الهواء اللي داخل وبين الميه بتاعه الميوكس، فيمنع تداخل الهواء مع الميه، يمنع التوتر السطحي. ريديوس الاتراكتيف فورس باي بيكامينج انتر سنتر سبيرسد، يعني بينتشر بين جزيئات الميه فبيمنع التوتر السطحي، بيمنع توقع التماسك بين جزيئات الفلويدز اللي موجوده على سطح الهواء. ده مهم اثناء الاكسبيريشن وين ذا مولكيول اوف ذا فلويد كام توجذر ليدنج تو انكريس سيرفيس تنشن، يعني الجزيئات لما تجمع بعضها وقوة التجاذب بينهم ده يساعد انكماش الرئه. فلو ده حصل بقى يبقى احنا كده مش هنعرف اصلا نعمل لها تمدد. فعشان انا اقلل انكماش الرئه ما تنكمش قوي انا اقلل قوه الشد دي شويه عشان لما يجي بعد كده ياخد شهيق تكون الرئه تتمدد بسهوله. دي الفكره. اثناء الاسبيريشن الفلويد مولكيول بيكام ابارت اواي، يعني بيبعدوا عن بعض، فهذه الجزيئات تبعد عن بعضيها. السيرفيس تنشن نوت انكريز تو ماتش، وده بيقلل التوتر السطحي. دي المشكله في الزفير بيقربوا من بعض قوي، دي بتبقى دي المشكله الحقيقيه. احنا بس عندنا في قانون بيحكم اسمه قانون لابلاس، قانون لابلاس ده راجل فرنسي هو اللي وصف القانون ده، هو علاقه بين التنشن والبريشر والريدياس نصف القطر، يعني نصف القطر بتاع اي حاجه. يعني انا عندي هنا عشان تقول التنشن ده بيبقى مصطلح الضغط اللي متولد على الجدران اسمه تنشن، البريشر اللي جوه ده الضغط اللي جوه ده اسمه بريشر، الضغط اللي جوه اسمه بريشر، التنشن هو الضغط المتولد على الجدران، والنصف القطر ده نصف القطر اللي بتاعنا الدايمتر ده نصف القطر بتاعه، ده العلاقه دي اللي بنربطها الثلاثه دول كده اسمه قانون لابلاس، البريشر بيساوي التنشن على الراديوس، تنشن على الراديوس. دي الفكره. الفانكشن بتاع السيرفكتنت قلنا هو بيقلل السيرفيس تنشن، ماشي اوكي ده اللي احنا عليه نقول، وبالتالي بيساعد اللنج اكسبانشن اثناء الشهيق. جميل. بروتكت اجينست بالمونري ايديما، بيمنع اللي هو وجود ميه في الحواسيبات الهوائيه في الازمه القلبيه الحاده، يعني في مرضى الهارت فيلر مرضى هبوط القلب دي مشكله كبيره، دي ازمه قلبيه حاده حاله طوارئ، هو بيمنع القصه دي في الحاله الطبيعيه، بيمنع ارتشاح رشح الميه من الدم الى الحواسيبات الهوائيه، فيمنع ان الحواسيبات تتملى ميه، لو اتملت ميه يبقى انت اتخنقت، يبقى انت غرقت في نفسك. ما واحد بيغرق في البحر بيغرق ازاي؟ الميه بتدخل في الحواسيبات تمنع دخول الهواء في العين تتخنق ميت. لكن ممكن الغرق يجي لك من جوه، ان نرشح ميه من الدم للحواسيبات الهوائيه. مين اللي بيمنع بقى رشح الميه من الدم؟ الميه دي موجوده في الدم بلازما. رشح الميه من الدم للحواسيبات الهوائيه طبيعي ويخلي الحواسيبات كده فاضيه لاستقبال الهواء هو السيرفكتنت. Prevent lung collapse اثناء الاكسبيريشن، جميل، يبقى هو بيساعد، شوفهم بيساعد الاكسبانشن اثناء الشهيق وبيساعد انكماش الرئه العنيف اثناء الزفير. بيقلل ورك اوف بريزنج، ما هو لما الدنيا تمشي سلسه كده ما بذلش مجهود كبير في الشهيق ولا بذل مجهود كبير في الزفير ولا مش عارف ايه، يبقى الامور يبقى الشغل اللي بتبذله الرئه يبقى بسيط، يبقى ده يقلل الشغل بتاع البريزنج. هنا بيقول لك ازاي، بيقول لك ازاي ان السيرفكتنت بيقلل البلموري ايديما، يعني ان يمنع الازمه القلبيه الحاده او يمنع ان الرئه تتملى ميه. والبريزنس اوف اتراكشن فورس، قوه التجاذب بين جزيئات الفلويد لايننج البلاين فورسز اتراكشن بتوين ذيس مولكيول اند بلازما ووتر ات بلموري كابيلاري انكريزنج الفلتريشن بتاع الووتر فروم ذا بلازما توارد ذا اليومن اوف ذا البلاي كوزنج بلموري ايديما. يبقى هو ده اللي هو انت لما يكون في اتراكشن فورس، اتراكشن فورس بين جزيئات الميه نفسها بتاع الميوكوس. طب ما هو المشكله بقى كمان، في مشكله ثانيه، في اتراكشن فورس بين الجزيئات نفسها بتاعت الميه اللي موجوده في الحواسيبات وجزيئات الميه اللي في البلازما. ما هو في قوه تجاذب تقوم الجزيئات تشد الميه من البلازما وتدخلها جوه داخل الحواسيبات. مين اللي يقلل القصه دي؟ هو ده السيرفكتنت، هو اللي بيقلل قوه التماسك ديت او قوه التجاذب دي، فيمنع دخول الميه من الدم الى
الحواسات الهوائية. ده اللي هو السرفكتانت، ده انكماش الرئة اهوت. لكن وجود السرفكتانت بيمنع قوة التماسك بين الجزيئات اللي هنا، فيمنع او متداخل اهوت، متداخل اللي هو ده الجزء اللي هو الهيدروفيليك بارت داخل اهوت في الميه اللي هو الوتر بتاع الميوكاس اهو، وده الجزء الهيدروفيليك. فهنا الهواء يبقى الهواء منعنا الاير ووتر انترفيس. يعني اير ووتر يعني ايه؟ منعنا احتكاك الهواء اللي موجود داخل الحواسات الهوائيه بالميه اللي موجوده هنا دي، الميه دي هو ده اللي بيزود التوتر السطحي عن طريق طبقه عازله هي من طبقه الدهون اللي هي الهيدروفيليك دي، هو ده السرفكت، فيقلل التوتر السطحي على سطح الحواسات. طبعا هو قلنا بيفرز من الالفلار سيل تايب 2 سرفكت، ويبطن الحواسات الهوائيه كده بقى. هو ده التركيب بتاعه ازاي بيشتغل. ده الجزء المائي بتاعه، وده الجزء الدهون اللي هو بيحبش الميه، ده اللي بيحب الميه، هو ده اللي بيبقى ده اللي ملزق في الحواسات، بيمنع قوه التجاذب بين جزيئات الحواسات الهوائيه. او هذا قلت لحضراتكم هو بيمنع، شوفهم عمل حاجز بين الهواء اللي بيدخل الحواسات وبين الميه اللي موجوده في الميوكس، عمل حاجز. الحاجز ده عن طريق الهيدروفوبيك بارت، بتاع هو ده الحاجز. الحاجز ده بين الهواء لان الهواء ده لما يعني بيدخل يخبط في الميه دي، هو ده اللي بيزود التوتر السطحي والتجاذب بين الجزيئات هنا، يعمل سيرفيس تنشن ويخلي الجزيئات تعمل مين؟ لما يعني الهواء يخبط في الميه يزود قوه التماسك بين الجزيئات والاتراكشن، ويعمل سكوت الشد، ويعمل كولابس، يعمل انكماش الرئه. فانت حط حاجز بين، هو ده الحاجز ده سيرفكت، نعمل حاجز ده، حاجز بين الهواء وبين الميه دي، حاجز اهو هواء والميه دي. نفس الكلام التركيب بقى الكيميائي بتاعه. كل اللي فات ده كان تحت ما يسمى ان السيرفكتانت بيقلل السيرفيس تنشن ويمنع اللنج كولابس. هاي الوظيفه الثانيه ايه بقى؟ لك الوظيفه الثانيه السيرفكتانت غير القصه دي. اولا اكتيفيت الالفيولار ماكروفاج، يعني ينشط الماكروفاج اللي موجوده في الالفيولار، هو لما ينشطها يبقى ده جهاز مناعه، يبقى ده جهاز مناعه اصلا. الماكروفاج دي فاجوسيتك هاز بكتيريوليتك افكت، يعني هو بكتيريال افكت يعني ايه؟ يعني بيسهل ان الماكروفاج تقتل البكتيريا بسهوله، يعني بيسهل وظيفه الماكروفاج تقتل البكتيريا. فوسفوليبيد بتاع السيرفكتانت مي اكت دايركت على التيليمفوسايت سيلز ميمبرين تو بريفنت اكسس اميون ريسبونس. شوفوا يا جماعه، يعني ممكن في بعض الاحوال الليمفوسايت تزيد نشاطها عن المعتاد. لو زاد نشاطها عن المعتاد ممكن تقتل الخلايا الطبيعيه الى جانب الخلايا الفيروسيه او السرطانيه، تبقى مصيبه، هتقتل خلايا الجسم الطبيعيه. مين اللي يقول لها تلمي وخليكي كده يحد من نشاطها؟ هو السيرفكتانت. السيرفكتانت يحد من نشاط مين؟ الليمفوسايت لما يزيد نشاطها اكثر من الطبيعي. ودي الحقيقه في الطب الحديث لجأنا لها، يمكن كلية الطب المنصورة، مركز الكلى والمسالك البولية كلية الطب المنصورة، عملوا أبحاث عن الحكاية ديت واستفادوا منها في إيه بقى؟ المركز ده بيزرع كلى، بيزرع كلى للعيانين، كلى بينقل الكلى كدني من عيان لعيان كده يعني. فهم عشان الجسم ما يرفضش الكلى قال لك طب ما احنا نعتمد على الوظيفة دي بتاع السيرفكتانت ونحقن المريض اللي بيرفض العضو الجديد أو العضو المزروع في الجسم هو التليمفوسايت اللي مسؤولة عن الريجيكشن بتاع الأورجنز الترانسبلانت أورجنز. لك عشان الجسم ما يرفضش الكلى الجديده، طب ما احنا نديله ماده طبيعيه بدل ما نديله اميونو سبريسيف دراجز لها اثار جانبيه كتير على العيان، طب ما نديله ماده طبيعيه بتنتج في جسمه اصلا، ماده طبيعيه لها وظيفه ان هي لما التليمفوسات يزيد نشاطها اكتر من الطبيعي وترفض العضو ده، هو يقول لها لا ما اتلمي وما قليل نشاطك شويه ما ترفضوش العضو ده. فعلا بيحقنوا ماده السيرفكتانت دي في العيانين، بيدوهم حقن سيرفكتانت عشان المريض اللي زرع كلى جديده الجسم ما يرفضهاش عشان يحد من نشاط التليمفوسايت في رفض هذا العضو الجديد. فدي حاجه جميله الحقيقه. اسيست السيلري موفمنت، يعني هنا بيعمل ايه اسيست السيلري موفمنت؟ يعني بيساعد حركه الاهداب، ده جهاز المناعه برضه عشان ينطرد الفورم بادي اللي موجوده في البرونكيال تري الاير باسج، يعني بيساعد حركه الاهداب. يبقى تقريبا شوفوا دي كلها تنتمي الى كلها وظائف مناعيه لو حضرتك واخدين بالكم، دي كلها وظائف مناعيه، يعني بيساهم في المناعه بتاعت الجسم.
يبقى السيرفاكتانت كسامري بيقلل الاير ووتر انترفيس، فيقلل السيرفيس تنشن، يمنع اللنج كولابس، يحفز الاكتيفيتي بتاعه الماكروفاج، ينشط البكتيريتيك افكت بتاع الماكروفاج وقدرتها على قتل البكتيريا، بيحفز السيلياري موفمنت، انهبيت الاكسس اميون ريسبونس عن طريق ان هو بيعمل انهبيشن للتي لينفوسايت. دي ملخص لوظائف السيرفاكتانت. وهنا السيسيولوجيكال امبورتنس بتاع السيرفاكتانت بيزود اللنج كومبلاينس، بيخلي اللنج ليس ستيف عن طريق انه بيقلل التوتر السطحي، ان اللنج ما تبقاش ناشفه قوي، تبقى مرنه في الشهيق والزفير، بروموت الفولار ستابيليتي اند بريفنت اللنج الفولار كولابس، بروموت دراي الفولاين الفولار كولابس تند تو سك الفلويدز فروم ذا بالمونري كابيلر. دي اللي احنا قلناه، لكن هو بيمنع الحركه دي، بيمنع ان الحركه، بيمنع ان الالفيولاي تشد ميه من الدم، بيمنع ان الالفيولاي تتملى ميه يخليها دراي، كونها يبقى احتفظ عليها دراي عشان تستقبل الهواء، ما هو الالفيولاي اتملت ميه يبقى هنتنفس ازاي؟ ما انت اتخنقت. هنا بس بيقول لك ان الالفيولاي هنا وزود سيرفاكتانت حصل لها انكماشين، شوف اليون بتاعها ده قوي، يعني هنا الفيولاي وهنا بالسيرفاكتانت اليون بتاعها واسع، هنا اليون ده هنا بقت اهو حصل لها ديستنشن، اهو ديستنشن هنا حصل لها كولابس، زي ما انتم شايفين الالفيولاي كولابس ده هي اليوم بتاعها ده. طيب نشوف مشاكل السيرفاكتانت بقى على المستوى الطبي، هل السيرفاكتانت ده ممكن يقل في بعض الاحوال المرضيه؟ اه، في مرض مشهور في الاطفال اكتر اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم او هيالاين ممبرين ديزيز، او هيالاين يعني كلمه هيالاين لاين باي جلاس ابييرانس، هيالاين يعني ماده شفافه كده زي الجلاس كده زي الازاز شفافه بتبطن الفيضانات الهوائيه. ده مرض بيعوق التنفس في الاطفال الصغيرين. نشوف كده مع بعض قصه المرض ده. السيرفاكتانت بيبتدي ان هو يتكون في الاسبوع ال 24 من الحمل جيستيشن، هيوصل الاوبتيمال ليفل بتاعه عند الاسبوع ال 35 نتيجه الكورتيزول. الكورتيزول ده بيفرز من المذر، الكورتيزول بتاع المذر بيتنقل للجنين، يقوم يحفز الرئه بتاعه الجنين، يبني سيرفاكتانت عند الاسبوع ال 35. طيب يبقى كده اللي هو خلاص for its maturation which is formed near full term. ماشي جميل، يبقى ده اللي بيحصل اهو، ان السيرفاكتانت بيتبنى تحت تاثير الكورتيزون من المذر، يعدي من البلاسينتا يروح للجنين، الكورتيزول ده ينشط اللنج تفرز سيرفاكتانت. كير في البريماتيور بقى، المرض ده بيحصل امتى؟ في البريماتيور الاطفال اللي بتولدهم قبل الاسبوع ال 32، قبل الاسبوع ال 32 يعني قبل ما يتكون السيرفاكتانت. لو الطفل اتولد وما اتكونش عنده السيرفاكتانت يبقى المرض اسمه هيالاين ممبرين ديزيز او ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بيحصل كولابس في كل الحواسات الهوائيه، فالحواسات هتنكمش، الولد هيتولد بقى ما مش عارف يتنفس، عنده صعوبه في التنفس. هنشخص المرض ده ازاي؟ الدياجنوزس قال لك نقص الليسن سفينجومايلين ريشيو، عشان عارفين ان السيرفاكتانت ده بيتكون من فوسفوليبيد اسمه ليسيسين. لو لقينا النسبه بين الليسيسين والسفنجومايلين في الامنيوتيك فلويد في السائل اللي حوالين الجنين قليله، ما هو ده على ده قليل، يعني معنى كده ان الليسيسين قليل. لما الليسيسين يبقى قليل ده انديكيتور ومؤشر ان السيرفاكتانت قليل في الامنيوتيك فلويد. لما السيرفاكتانت يبقى قليل في البريماتيور بيبي يبقى ده على طول يؤدي الى حدوث مين؟ اللي هو ريسبيراتوري ستريس سندروم. طب نعالجه ازاي؟ قال لك من اول ما اول ولد ينزل بينزل ازرق، طبعا عنده سيانوزس يعني بزرق عشان نقص الاكسجين، فبنعمله تنفس صناعي ارتفيشال ريسبيريشن، وبنحقن له كورتيزون على طول عشان الكورتيزون ده ينشط الالفيولار سيل تايب 2 تبني سيرفاكتانت. يبقى ده اول مرض. المرض الثاني الناس اللي بيدخنوا سجاير لفتره طويله، ده بيدمر الخلايا اللي بتفرز السيرفاكتانت اصلا، عشان كده بتلاقي عندهم صعوبه في التنفس، تلاقيه بينهج وهو بيتنفس اللي بيشربوا سجاير دول، بيدخلوا في مرض الكورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز الى اخره. اوبن هارت سيرجري عمليات القلب المفتوح. طب ليه عمليات القلب المفتوح فيها نقص سيرفاكتانت؟ ان عمليات القلب المفتوح بيبقى الرئه بتاعه العيان ما تشتغلش اثناء العمليه، ولا القلب، متحولين لارتفيشال هارت لانج بره بره، يعني العيان متحول الدم بتاعه الى رئه صناعي وقلب صناعي بره، الى ان ينتهي الدكتور من العمليه اللي بيعملها في القلب. الله، يعني الرئه بتاعه المريض بتبقى كولابسد اثناء العمليه. اللي هو لحضراتكم هو رئه صناعيه اللي شغاله، يبقى الرئه الطبيعيه بتاعت المريض نفسه بتبقى كولابسد منكمشه. انكماش ده احنا عارفين لو انت رجعنا بالذاكره في اول المحاضره كده، المحفز لبناء السيرفاكتانت وخروجه من الخلايا اللي بنيته هو الهواء، التايدال فوليوم، الهواء اللي بتنفسه ده
بيخبط في الخليه الالفيولار بتو عشان يطلع السيرفكت. فانت اصلا المريض الرئه بتاعته بتبقى منكمشه اثناء العمليه، مفيش هواء بيدخل فيه، فالسيرفكتنت هيطلع ازاي يعني؟ فعشان ما فيش سيرفكتنت بيقل اثناء الحكايه دي. لكن دي بتبقى حاجه مؤقته، اللي بيحصلوا بيعملوا الريسنتيشن بعد العمليه، بيدخل الانعاش وكلام من هذا القبيل بعد العمليه، الافاقه، ويتحسن الاداء بالتدريج بتاع الرئه بتاعته. ده الريسبيراتوري ديستريس سندروم في الاطفال، الولاد بيبقى لونه ازرق وتنفسه عنيف، الفويسات بتبقى منكمشه. في حاجه ثانيه الالكتيف سيزيريان سيكشن. يعني ايه الكتيف سيزيريان سيكشن؟ الكتيف سيزيريان سيكشن يعني الولاده القيصريه المحدد ميعادها بالاتفاق الدكتور مع الست الحامل. يعني يقول لها يا ست شوفي انت عندك مثلا، شوفوا حضراتكم ركز معايا، انت عندك يا ستي البتاع ده، قولي معايا عندك امراض في القلب، عندك سكر، عندك ضغط، لو سيبناكي تولدي كده وتكملي اللي هم فتره الحمل كامله وتكملي، ممكن يجي لك مشكله وانت بتولدي ولاده طبيعيه. يعني ممكن ولاده طبيعيه يجي لك هارت فيلير، يجي لك هايبرتنسيف كرايسيس ونزيف في المخ نتيجه الاجهاد بتاعه الولاده نفسها، ممكن السكر يزيد قوي وندخل في عندك بتاع ده، تدخل في كيتو اسيدوزيس او بتاع من هذا، تدخل في غيبوبه. فالحل ايه؟ شوف الدكتور اهوت وبتاعته والست الحامل قاعدين هاديين مع بعض، مفيش حاله الست ما بتولدش الوقت ولا حاجه. لا انا رايي، انا رايي اول ما امورك تستقر ونطمن على اللسن سفنج ماي ريشيو ديت، نعملها كل شويه، ناخد عينه من الانوليتك فلويد ونحللها. لو طلعت يعني احنا هنولدك مثلا، هنولدك في مثلا الاسبوع اللي جاي، اختار كده تاريخ ميلاد كده لابنك ولا بتاع، ونشوف اللي يناسبك ونولدك الاسبوع اللي جاي. طب الاسبوع اللي جاي ده احنا هنعمل تحليل الليستين على السفنجومايلين في الانوليتك فلويد، لو طلع النسبه واحد فاكثر، لو طلعت واحد فاكثر او اكثر من واحد، يبقى الليستين اتكون، يعني السيرفكتنت اتكون، يبقى توكلنا على الله ونولد، ما عندناش مشكله. افرض انا مضطر وهولدها وحصل مشكله مرضيه عندها ثانيه، وانا مضطر اولدها دلوقتي، والليستين سفنجومايلين اقل من واحد، او مديها حقنه مين؟ انا هاجل شويه واديها حقنه كورتيزون، لما ادي للسيزيريان سيكشن شويه او ادي حقنه كورتيزول ينشط تكوين السيرفكتنت عند الجنين عندها. هو اللي ده هذا قصه السيزيريان سيكشن في الحالات الخاصه زي الهايبرتنشن، ارتفاع الضغط، دايابيتس ميليتس، مرض السكر، هارت فيلير. يعني ممكن اولد الست قيصري بس بعد ما اطمن على السيرفكتنت اتكون عندها ولا لا، ولو ما اتكونش ادي ست حقنه كورتيزول بس قبل ما اولدها. يعني برضه بيقل السيرفكتنت في البيور هايبربريك اوكسجين، يعني الناس اللي بتنفسهم اكسجين بيور بيقل عنه. يلاقي واحد بيتنفس اكسجين بيور كده 100% اكسجين، الهواء كله اكسجين، مفيش فيه بخار ميه ولا حاجه، اكسجين كده، ده بيقل تكوين السيرفكتنت. مرضى الهايبوثيروديزم نقص نشاط الغده الدرقيه، هايبوكورتيزيزم نقص نشاط الغده القذريه، دي الدرقيه ودي القذريه اللي هو نقص الكورتيزول، هايبر انسولينيزم اللي هو زياده الانسولين. الستات اللي هم عندهم سكر بيزيد البلاد جلوكوز ويروح للبيبي، لما الست اللي عندهم سكر، الحوامل اللي عندهم سكر الجلوكوز على عندهم، فبيتنقل من البلاسينتا يروح للبيبي عبر البلاسينتا، فده بينشط افراز الانسولين بتاع البنكرياس. الجلوكوز ده هو المحفز لافراز الانسولين، فالولد عنده هايبر انسولينيميا، فدي بتقلل افراز السيرفكت. اوبستراكشن في الميجر بلمونري ارتري او الميجر برونكال، يبقى قفله في يعني عدم دخول الهواء، زي ما اتفقت حضراتكم ان دخول الهواء هو اللي بيطلع السيرفكتنت من الخلايا المفرزه له اولى وهي الالفيولار سيل. طيب يعني ده الحاجات السيرفكتنت اللي موجود في الصيدليات، في حاجات انيمال درايفد من الحيوانات، وفي حاجات سينثيتك، ده اللي هو مستحضرات السيرفكتنت الموجود في الصيدليات. لو شفنا السؤال ده، one reason lung lung don't collapse during expiration is because of action of surfactant which exerts its effect by the action of surfactant decrease the surface tension of the fluid lining the alveoli and the spiratulus. ده يا جماعه هو ده الميكانيزم، يعني السيرفكتنت بيعمل ايه عشان يمنع اللنج ما يحصلهاش كولابس. هو ده الميكانيزم بتاعها. نيجي الموضوع الثاني هو او الثالث بمعنى اصح، نعرف نخلص ان شاء الله. الثالث بقى لما خدنا الايروي باسج، مرات الهواء اللي عم يتاثر فيها،
بعد كده اللانج كولاب اللي السيرفاكتانت، وهي احد الحاجات المؤثره في البلمونري فنتليشن. الفاكتور الثالث للاسف في البلمونري فنتليشن حاجه اسمها اللانج كومبلاينس، اللي هو خاص بمرونه الرئه، الاستك بروبرت بتاع اللانج، او البريشر فوليوم ريليشن شيب، العلاقه بين البريشر والفوليوم. احنا سيمبل خالص، يعني ايه علاقه بين البريشر والفوليوم؟ انت لو جيت اهو بمنتهى البساطه، هات بالونه كده، هي زي الرئه عندنا بجسمنا يعني بالونه، واقعد انفخ فيها كده وارفع فيها الضغط، يعني زود البريشر فيها. ما انت لما بتنفخ فيها بترفع الضغط جواها، لما الضغط بيعلى ايه اللي بيجرى لها؟ بيحصل لها ديستنشن، فالفوليوم بتاعها بيزيد، فوليوم بيزيد، يعني كل ما الضغط بيعلى الفوليوم بيزيد اهو. دي البريشر فوليوم ريليشن شيب. ايه اللانج كومبلاينس بقى؟ اللانج كومبلاينس هو طواعية أو قابلية للرئة لأن تتسع، اللي هي الكومبلاينس، يعني قدرتها على التمدد. يعني أي حاجة لديها قابلية للاتساع يمكنها أن تستوعب حجم كبير مع تغير قليل في الضغط، يعني كل ما زاد الضغط حاجة بسيطة كده الرئة تتمدد أكتر. يمكن قياسها من خلال إيجاد النسبة بين التغير في الحجم إلى التغير في الضغط، إذا كانت الكابينة دالة هذا على القدرة على دي اللي هقوله دلوقتي، يعني فرق الضغط، يعني تغير الضغط، كل ما تغير الضغط حاجة بسيطة كل ما الرئة تتسع أكتر، ده اللي بنسميه الكومبلاينس. يعني الزياده الديستنشن بتاع اللنج مع تغيرات الضغط. احنا عاده بس البريشر احنا الوحده القياسيه بتاعه الضغط، لما تكون منطقه فيها ضغوط عاليه زي ضغط الدم الشرياني مثلا بلاد بريشر بنقيسه بالمليمتر ميركوري، مليمتر ميركوري في القياس. لما يكون الضغط منخفض زي اللي موجود عندنا دلوقتي اللي هنتكلم عليه في الالفيولاي وموجود في البلوره والكلام ده بالسنتيمتر ميه، الضغوط المنخفضه المليمتر ميركوري له دينستي مور زان ووتر ب 13.6 ملم، يعني المليمتر ميركوري لما تحوله الميه تضرب في 13.6، هتحول الوحده دي الى الوحده دي اضرب في 13.6. الكومبلاينس بتاع الرئه، الكومبلاينس او درجه الاكسبنسبيليتي او الديستنسبيليتي، كومبلاينس هو الاكسبنسبيليتي او يعني القدره على التمدد او القدره اكسبنسبيليتي على الاتساع، ده الكومبلاينس. It is extent at which هو إلى أي مدى ممكن الرئة يحصل لها تمدد لكل يونت انكريز في الترانسبلمونري بريشر. كل ما الترانسبلمونري بريشر يزيد ما وحدة ضغط واحدة مثلا، يعني فرق الضغط بين الانترابلمونري بريشر، الانترابلمونري بريشر، انترابلمونري يعني الضغط داخل الحواسيبات الهوائية، انترابلورال الضغط في البلوره، بلور كافيتي حوالين الرئه، حوالين الرئه. لما يكون الفرق بينهم وحده واحده مثلا، الوحده دي تفرد الرئه قد ايه؟ يعني يحصل تمدد الرئه قد ايه؟ يعني كل وحده من تغيرات الضغط تفرد الرئه قد ايه؟ هو ده الترانسبلمونري بريشر. يبقى الترانسبلمونري بريشر هو الفرق بين الانترابلمونري والانترابلورال بريشر. يعني انترابلمونري الضغط داخل الحويصلات الهوائيه جوه اللنج نفسها، والانترابلورال هو الضغط حوالين الحويصلات في البلورال كافيتي. اي الفرق بين الضغط ده هو اللي بيتحكم في ان الرئه تتسع قد ايه او تتمدد قد ايه. نورمال فاليو يعني نشوف كده اللنج الون، لو اعتبرنا ان اللنج هناخدها بره في الشارع ونطلعها من تجويف الصدر بره لوحديها كده، هتلاقيها بتتمدد بقدر 200 ملل لتر هواء لكل 1 سنتيمتر ميه، فهو وحده الضغط اهيت من مين؟ من الترانسبلمونري بريشر. يعني كل ما الفرق ده فرق واحد بس، وحدة اهو في سنتيمتر ميه، وحدة ضغط واحدة دي تفرد الرئة 200 ميل. الشيست وول لوحده يعني جدران الصدر من غير الرئة، من غير الرئة دي برضه 200 ميل، جدران الصدر بتتملى 200 ميل لكل واحد، والفرق في الترانسبلمونري بريشر. طب اللنج والشيست بقى مع بعضنا، هو ده الطبيعي عندنا في جسمنا، اللنج والشيست مع بعض في جسمنا داخل تجويف الصدر، دول مع بعض يبقى 100 الى 130 مللي لكل 1 سنتيمتر ميه. ده طبعا عشان الاستيفنس بتاع العظم والعضلات هتحد من تمدد الرئه. ليه مش 200؟ عشان وجود العضلات والبون يحدوا من تمدد الرئه ما يكملوش لغايه 200 مللي. طيب الترانسميرا بريشر او الترانسبلمونري بريشر هو عباره عن ايه؟ قلت لحضراتكم ان الضغط هنا اسمه ايه؟ اللي جوه اسمه انترابلمونري بريشر. الضغط اللي حوالين الرئه اسمه انترا بلورال بريشر. الفرق بين الضغط هنا والضغط هنا هو اللي بيسمح بتمدد الرئه، تمدد الرئه كل ما كان الضغط في البلمونري اعلى من الضغط في البلوره. طب خلينا نفترض لو هو اعلى بس بدرجه واحده يبقى هيفتح 130 مللي. طب لو الضغط هنا فرق الضغط هنا مثلا 8 وهنا 6 يبقى فرق الضغط 2، يبقى 2 في 130 يبقى 260 مللي. لو الضغط هنا مثلا 9 وهنا 6 مثلا،
الفرق التلاتة، التلاتة دول اضرب في 130، ما هو كل واحد بيفرضها 130، اضرب في 130 يطلع كمية حجم الهواء اللي هيدخل لنا أو حجم السعر. Transglomerular pressure اللي هو الفرق بين الانترابلمونري الانترابلورال، الانترابلمونري هو نفسه الالفلار بريشر، الالفلار هو الانترابلمونري بريشر. بنسميه الضغط ده اللي هو الفرق بين الاثنين دول انترابلمونري وانترابلورال بنسميه ديستندنج بريشر، هو اللي بيسمح باتساع الرئه الفرق بينهم. والديفرنس بتوين البريشر انسايد هولو اورجان والاوتسايد، يعني اللي احنا قلناه الانسايد ده اللي هو الانترابلمونري والاوتسايد ده اللي هو الانترابلور. الديستنشن بيعتمد على الترانسمنولر بريشر مش على البريشر اوتسايد او انسايد الون، مش على الضغط هنا بس او الضغط هنا بس، لكن على الفرق بينهم، الفرق بين الضغطين. يبقى الترانسمنولر بريشر هو الفرق بين تاني بين مين ومين؟ بين البلوره هنا وبين البريشر جوه في الالفيولار. هذا الفرق في ده اسمه ترانسمنولر بريشر او ترانسبلمنولر بريشر. الكومبلاينس النورمال كومبلاينس كام؟ قلنا قبل كده، لكن الكومبلاينس بتاع اللنج والشيست وول قلنا بيساوي كام؟ ده بيساوي حوالي 1/10 لتر كل 1 سنتيمتر ميه في دي. لكن هو ده الاثنين مع بعض، هما مع بعض ده النورمال فاليو بتاعتهم يعني. قلناها بالتفصيل. هنا بس الكومبلاينس كتجربه ممكن نوضحها ان احنا يمكن توضيح ذلك بادخال لتر هواء في بالونه قابله للاتساع ومثله في صندوق غير قابل للاتساع، صندوق ما بيتسعش او بالون. هنفرق بين البالونه والصندوق. البالونه هتوسع مع زياده بسيطه في الضغط 5 سم مياه فقط، يعني لو انت زودت 5 سم ضغط فقط البالونه هتوسع، في حين ان الضغط سوف يزداد في الصندوق 10 سم مياه. الضغط هيزيد في الصندوق، يعني الضغط هنا هيزيد خلاص، لكن انت هنا هتوسع مع زياده بسيطه في الضغط، هنا هيزيد حاجه بسيطه مش هيزيد قوي داخل البالونه عشان هي قابله للتمدد لو انت نفخت فيه. ولو انت لتر الهواء ده او لتر الهواء ده دخلته في الصندوق ده هيزود الضغط لانه غير قابل للتمدد من الاتساع. يبقى الكومبلاينس بتاع البالونه هو تشينج في الفوليوم على تشينج في البريشر، سواء 1/5 على 2/10 لتر سنتيمتر ميه مور كومبلاينت، يعني ممكن قابله للاتساع والتمدد. الكومبلاينس بتاع البوكس الصندوق ده الثوراسيك كافيتي ده زي ما الثوراسيك كافيتي عندنا عظم وعضلات وبتاع مش هتتمدد زي الرئه. يبقى ده 1/10 يعني 1/10 لتر سنتيمتر ميه ليس كومبلاينت. ده 2/10 مقاطع بالواحد معناها نفس الكمية لتر الهواء. احسب الريشيو ده الكومبلاينس هو عبارة عن تشينج في الفوليوم دلتا في على تشينج في البريشر، ده اسمه الكومبلاينس. عرفنا البالونة من الصندوق وعرفنا الفرق بينهم. السيجنيفيكانس بتاع الكومبلاينس ايه؟ السيجنيفيكانس بتاع الكومبلاينس ده اندكس للديستنسبيلتي بتاع الفيزل وول، يعني الفيزل وول احد الهولو اورجان. فالجريتر ذا كومبلاينس ذا جريتر سيرشيبيلتي اوف ذا او ديستنسبيلتي اوف بلاد فيزلز. هاي كومبلاينت فيزل زي البالون، بينما النون كومبلاينت يعني هاي كومبلاينت يعني تتمدد، يعني هاي كومبلاينت يعني لها القدره على التمدد، وعاء بيتمدد. النون كومبلاينت ده زي انبوبه الستانلس ستيل، يعني انبوبه رصاص او حديد، ما هتتمدد ازاي؟ العلاقة بين الكومبلاينس والديستنسبيلتي، هل بيربطهم قانون؟ الكومبلاينس بيساوي الديستنسبيلتي في الفوليوم، يعني فيزيائيا يعني الديستنسبيلتي يبقى هتساوي الفوليوم على الكومبلاينس، يعني يبقى الكومبلاينس بيساوي الديستنسبيلتي في الفوليوم. طب الديستنسبيلتي هتساوي ايه؟ هتساوي التشينج في الفوليوم ده بلس على الكومبلاينس. التشينج في الفوليوم على الزياده في اللي في البريشر في الاوريجينال فوليوم الدلتا في، دلتا في على الدلتا في في في. ايه اهميه الكومبلاينس؟ في هاو ذا فوليوم تشينج، ازاي الفوليوم تشينج بيستجيب للتغيرات في الضغط. احنا بنقيس تغيرات الحجم بتاع اي هول اورجان، يعني اورجان مجوف زي الرئه مثلا او الفولاي، مع تغيرات الضغط، هل تستجيب ولا ما تستجيبش لكل 1 مليمتر ميركري فرق في الترانس ميورال بريشر. هو مقياس للديستنسبيلتي والاكستنسبيلتي مش للالاستيستي. الكومبلاينس هيلب الديستنشن بات الاستيستي هيلب الشرينكج، يعني الكومبلاينس ده مقياس لتمدد الرئه، ولكن الاستيستي مقياس لانكماش الرئه. الار بي سيز مقرات الدم الحمراء هي بلاستيك مش الاستيك،
يعني هي بيقال عليها بلاستيك مش إلاستيك. Can increase the volume and change the biconcave shape into circular one. يعني ممكن تغير شكلها اللي هو البايكونكيف ده إلى الشكل الكروي أو الشكل الدائري، يعني عشان كده بلاستيك لكن مش إلاستيك. ده الكومبلاينس كيرف، يعني ده الكيرف بتاع الانسبيريشن. انت بتزود حجم الهواء في الرئه، ده حجم الهواء مع 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 زياده النيجاتيفيتي بتاعه الانترا بريشر، يعني اثناء الشهيق حجم الهواء بيزيد في اللنج، الفوليوم بتاع الهواء هو بيزيد في اللنج، وكل ما البريشر بقى مور نيجاتيف، مور نيجاتيف في البلورا، كل ما البريشر مور نيجاتيف حوالين الرئه كل ما رئتك تمدد اكتر. في الزفير بقى النيجاتيفيتي بتاعت البريشر في البلورا بتقل، يقل النيجاتيفيتي وبالتالي حجم الهواء هو بيقل في الزفير. ده الكومبلاينس كيرف سيمبلي، طبعا هو له كيرفات معقده. ده الانسبيراتوري كيرف وده الاكسبيراتوري كيرف. هنا الثاني اهوت، كل ما البريشر في البلورا بيقل النيجاتيفيتي بتاعته بتزيد، يعني بيقل في القيمه بتاعته، كل ما يسمح الرئه ان تتسع اكتر ويبقى حجم الهواء اكتر. في الزفير بقى النيجاتيفيتي بتقل كده اهو، احنا نازلين كده، ده في الزفير اهو النيجاتيفيتي بتقل، يعني البريشر بيقل حوالين اللي هو النيجاتيف بريشر، يعني البريشر بيزيد. ما هو النيجاتيفيتي لما تقل يعني البريشر بيزيد في البلورا، لما البريشر يزيد في البلورا كده يبقى بيخلي الرئه تنكمش ويبقى حجم الهواء يقل. ده اللي احنا قلناه اللي هو الانفليشن والديفليشن كيرف بتاع الانسبيريشن والاكسبيريشن. ده الكومبلاينس كيرف، ده اثناء الانسبيريشن كده ده اثناء الاكسبيريشن، علاقه بين الفوليوم والانترا بلور بريشر. ده اثناء الانسبيريشن وده اثناء الاكسبيريشن. يعني ايه هيستريزس؟ هيستريزس يعني الفوليوم تشينج دورينج الاكسبيريشن از مور ذان ذا دورينج اكسبيريشن، يعني التغيرات في الحجم اثناء الزفير يبقى اكتر من التغيرات في الحجم اثناء حجم الهواء حجم الرئه طبعا اثناء الشهيق. يعني الكومبلاينس بيبقى احسن اثناء الاكسبيريشن اكتر منه في الانسبيريشن. زيادة السرفكتانت في بداية الإكسبيريشن which decreases surface tension بتاع fluid lining الألفيولاي is the cause of increase الإكسبيراتور كومبلاينس، يعني الكومبلاينس بتاع أو درجة مرونة الرئة دي في الزفير ده سببها هو زيادة السرفكتانت أثناء الزفير. العام بتأثر على الكومبلاينس هو مدى قدرة الرئة على التمدد أو تتسع في الشهيق، يعني إيه اللي ممكن يأثر فيها ويعوق المشكلة دي. حاجات بتقلل تمدد الرئه لانج كومبلاينس زي مين؟ بالمونري فايبروز استمرار التليف في الرئه، بالمونري كونجيشن احتقان الرئه، احتقان الرئه ده يعني فيها الالفيولاي فيها ميه مع الرئه بدم خفيف في دم، ده بيحصل في مرضى هبوط القلب. انفيزيما، الانفيزيما دي بيبقى فيها فايبروز تليف فبتفقد الرئه المرونه بتاعتها، يبقى النسيج بتاعها يبقى نسيج ليفي. مرض الانسداد الرئوي، يعني مرض التمدد الرئوي. الحاجات اللي بتقلل الشيست وول كومبلاينس بقى يعني مرونه اللي هو تجويف الصدر يا جماعه، عضلات وعظم وكده، يعني ما هو بتتمدد معانا في الشهيق وبتنكمش معانا في الزفير، فيها درجه كومبلاينس. الكومبلاينس ده اللي بيأثر في العضلات امتى؟ لما تأديش هذه الوظيفه بمرونه. العضلات لو فيها ضعف زي مرض المايسينيا جريفز، المايسينيا جريفز ده عباره دهان العضلات، او العضلات مشلوله زي البوليوميلايتس مرض شلل الاطفال. مرض شلل الاطفال في الاطفال المعروف ان هو بيصيب الرجلين، لكن هو الحقيقه بيبقى موست كومن في الكرينيا ان يصيب كمان عضلات الشيست، لكن ليه ما بنشوفوش؟ ما شفتش انت مريض شلل الاطفال وعنده مشكله في عضلات الصدر شلل فيها؟ ما هو لو عنده مشكله في عضلات الصدر وفي شلل فيها يبقى التنفس وقف كمان، عشان كده انت ما بتشوفوش. ليه بتشوف مرض شلل الاطفال في الرجلين؟ عشان الرجلين مش هتموت، ما هو لما الرجلين تتشل مش هيموت، لكن لما يجي في العضلات بتاعه الشيست بتاعه التنفس ويشلها يبقى العين مات، يبقى هتشوفه ازاي بقى؟ والعين مات. يبقى السكن، السكين لو العين سمين اوبيستي ده يعوق التنفس، اوبيستي في الجلد نفسه، في دهون في الجلد. البون، اي يعني ديفورميتيز في البون، اي ديفورميتيز في العمود، تشوهات في العمود الفقري فيرتيبرال كولم زي الكيفوزس. كيفوزس يعني الاحدب او الاتب، واحد العمود الفقري مايل لقدام كده يبقى ده اسمه كيفوز. لو العمود الفقري مايل على جنب كده متني على جنب يبقى اسمها سكوليوزس. لو الاثنين عند العيان مايل لقدامه على جنب اسمها كيفوز سكوليوزس. دي تشوهات في العمود الفقري بتعوق التنفس وتعوق الشيست وول كومبلاينس. الارثرايتس، التهاب المفاصل بتاع الشيست وول، العضلات والريبس والحاجات دي، التهاب المفاصل اللي موجوده في جدران الصدر. كسر الضلوع طبعا هيتنفس ازاي وهو بيعاني من الم رهيب نتيجه الكسر، فما فيش اي مشكله. فراكشر ريبس، كسر الضلوع. اللنج كومبلاينس بيزيد في حالات ايه؟
يعني ممكن يزيد بقى. احنا قعدنا نتكلم على اللي بيقللوا، لكن ايه اللي بيزودوا؟ الناتشرال ايجنج دي تو ديكريز الاستيك ريكويل ويز ايج. حلو، يبقى تقدم السن تلاقي الكومبلاينس الشيست بقى عضلاته كده ما فيش فيها التون، ما فيش فيها كونتراكشن، فبتبدا تتخي بسهوله، ترتخي وتتمدد بسهوله. في الانفيزيما نتيجه نقص الالاستيك ريكويل بتاع اللانج، يعني في بعض انواع الانفيزيما فيها نقص الالاستيك ريكويل بتاع اللانج، وبالتالي ده ممكن يزود الكومبلاينس يعوق كمشرع يعني. في الفاكتور الاخير بقى اللي هو بيأثر في عمليه البالمر فنتليشن، الفاكتور الاخير احنا قلنا ثلاثه، ده الرابع اللي هو البريشر جريدينت داخل الثوراسيك كافيتي، اللي هو تغيرات الضغط داخل تجويف الصدر. عندنا منهم الانترا بالمونر بريشر، البريشر بقى الضغوط بقى تاثيرها على عمليه البالمر فنتليشن. الضغط داخل البلو اللانج بنسميه انترا بالمونر بريشر، الضغط في البلوره اسمه انترا بالمونر بريشر. الانترا ثوراسيك بريشر ده الضغط داخل تجويف الصدر نفسه، تجويف الصدر، الضغط بتاع تجويف الصدر، الضغط في البلورال كافيتي، الضغط داخل الرئه في الالفيولون. دي الثلاث ضغوط، عندي ثلاث ضغوط، البريشر في الالفيولون، البريشر في الالفيولون نفسها، والبريشر في تجويف الصدر انتراثوراسيك بريشر بس. وده ده الاساس في الثلاث ضغوط الاساسيه. بالبريشر عندنا اول نوع من الضغوط اللي هو الانترا بالمونر بريشر، اللي هو البريشر داخل الالفيولون نفسها اللي هو متصل بالاتموسفير. اثناء الشهيق بيقل 2 على الاتموسفيريك بريشر، عشان كده بيسمح بدخول الهواء من الاتموسفير الى اللنج. الزفير بيزيد 2 على الاتموسفيريك، فبيسمح بخروج الهواء من الرئه الى اللنج. ده الانترا بالمونري. الانترا بالمونري بريشر هو الضغط الداخل فين؟ الانترا بلور بريشر بقى. انترا بلور هو الضغط في البلورا نفسها. البلورا الضغط في البلورال كافيتي، يعني في البلورا نفسها اللي حوالين الرئه، اللي هو الغشاء اللي حوالين الرئه ده فيه طبقتين، البلورا طبقتين، البلورا مكونه من طبقتين، قرايه البلورا ودي لازقه في جدران الصدر من جوه، والفيسرا البلورا مغطيه الرئه ولازقه في الرئه. نورمالي في سبيس بين الفيسرا وقرايه البلورا بنسميه بلورال ساك او سبيس او كافيتي، بيبقى يتميز في مينيمال او نو اير، مفيش هواء خالص، وبيحتوي على مينيمال فلويد، سائل قليل جدا يشبه السائل الليمفاوي، عشان يمنع يعني اولا يفصل بريفنت السيبريشن بين الفيسرا والبريتال لاير، ويقلل الفريكشن الاحتكاك بين الطبقتين دول، الاحتكاك بين الطبقتين دول اثناء الشهيق والزفير. يبقى البلورا دبل وولد ثري سيروس ممبرين بيغطي اللنج، البلورا دي طبقتين بريتال وفيسرا، وبينهم في تجويف في سائل خفيف عشان يمنع الاحتكاك بين الطبقتين. ده اللي هي البلورا. ادي البلوره حضراتكم، ادي الطبقه دي الفيسرا البلوره اللي حوالين الرئه على طول اللي مغطيه الرئه اهي، دي الفيسرا البلوره، وبعدين في فراغ اهو، وبعدين دي البرايتال بلوره اللي ماسكه في جدران الشيست من جوه، دي البرايتال، دي البرايتال الزرقاء دي، وده واللي بينهم ده الفراغ ده اللي ده البلورا الساكن، دي البلورا الكافيتي، في فيسرا وفي برايتال، واللي بينهم البلورا الكافيتي. الانترا بلورا بريشر اهو بيقل اثناء الانسبيريشن ويزيد اثناء الاكسبيريشن. الانترا بلورا بريشر بقى قيمه هو يعني ايه؟ انترا بلورا بريشر هو الضغط اللي موجود في السبيس الفراغ بتاع بلورا سايكل بين اثناء السبيس سايكل، يعني بين الطبقتين فيسترال والبرايتال اثناء السايكل. هو اولويز نيجاتيف، بس كلمه اولويز نيجاتيف دي اثناء الريست، كلمه اولويز نيجاتيف دي اولويز دي يبقى اثناء الريست، اولويز دائما نيجاتيف، طبقة اتموسفيريك تحت الضغط الجوي. في بداية الشهيق يبقى ناقص 3 ملم مركري نيجاتيف اهو، في نهاية الانسبيريشن ناقص 6 ملم مركري، ماشي، في بداية الزفير ناقص 3 ملم مركري، ات ذا اند اوف فورست انسبيريشن ناقص 30 مولرز مانوفر، ده في الفورست انسبيريشن، يعني هنا ده التكنيك ده معناه ايه؟ مولرز ده قال ايه؟ قال لك تاخد نفس جامد وتكتمه، خد نفس جامد قوي واكتمه، يبقى الضغط يقل جدا البلورا بيحاول ناقص 70 ملم مركري. طب فالزالفا، فالزالفا مانوفر ده قال لك ايه؟ هو الضغط بقى زائد 40 ملم مركري. فالزالفا شوف كده، فالزالفا نشوفه مع بعض، فالزالفا ده الحاله دلوقتي، لكن مبدئيا ادي اللنج، وقلنا الفيسرا البلورا هي دي الفيسرا، ودي البرايتال وبينهم الساكن، يبقى الفيسرا اللازقه في الرئه على طول دي الفيسرا اللاير، وادي البرايتال اللاير اللازقه في جدران الصدر من جوه، وبينهم الفراغ ده بنسميه البلورا الكافيتي او البلورا الساكن.
تاني يبقى البريشر هو تاني بريشر ده ناقص 6 في الانسبيريشن ناقص 3 في النورمال اكسبيريشن زائد ناقص 30 في الفورس انسبيريشن زائد 40 في الفورس انسبيريشن. احنا نحفظ هذه، نحفظ الفاليو دي، نحفظ الفاليو دي ونلتزم بدي. اسباب النيجاتيف انترابلوار بريشر ليه هو نيجاتيف اصلا؟ مش احنا قاعدين بنقول نيجاتيف دايما اثناء الريست، بوزيتيف بس في الفورس اكسبيريشن، ليه هو نيجاتيف؟ اولا مينيمال اير في البلوير كيرف، لو عندك تجويف مفيش فيه هواء يبقى الضغط فيه يبقى سالب. الاستيك ريكويل بتاع اللانج، يعني اللانج بتميل الى تنكمش في حين ان الشيست وول بيميل الى ان يتمدد. اللانج بتميل الى ان تنكمش، يبقى هتشد الفيسرال هتبعدها عن البرايتل. السبيس يكبر، فلما السبيس يكبر ومفيش فيه هواء يبقى الضغط يبقى فيه نيجاتيف. يبقى ده النتيجه بقى ليه، ليه الالاستيك ريكويل ده سببه ايه؟ الاستيك تيشو بتاع البرونكل والانترستيشال تيشو ارينجمنت مترتبه للسموث ماسل بطريقه معينه تخليها تنكمش بسهوله، وعشان كده في الكونتراكشن بيقل الدايمتر واللينس بتاع البرونكاي، مش الدايمتر بس، يعني ترتيب السموث ماسل والاستيك فايبر في البرونكاي والانترستيشال ده اول ما بتنقبض الالاستيك تيشو ده او السموث ماسل دي بتخلي البرونكاي تقصر في الطول وتضيق في الليوم، ده فيش في الزفير طبعا. السيرفيس تنشن بتاع الفلويد لايننج الالفيولاي ده بيساعد طبعا الريكويل وانكماش. يعني هو ده برضو اللي احنا قلناه، ان هو دايما الرئه تميل الى ان تنكمش في حين ان الشيست وول يميل الى ان يتمدد. عندي حاجتين بيشتغلوا ضد بعض، الرئه عايزه تنكمش دي طبيعتها، الشيست وول عايز يتمدد، فالفراغ اللي بينهم اللي هو البور ساك ده بيزيد فالضغط فيه يقل. سيمبل خالص يعني. الالاستيك بروبرتي بتاعت اللنج نتيجه ايه؟ ده احنا قلناها من الالاستيك بروبرتي دي، الالاستيك ريكويل دي سببها اللي احنا قلناه، الفاكتور اللي احنا قلناها من شويه. قلنا برضو ان الكونتينوس تندنس بتاعت اللنج هي تنكمش ودايما الشيست وول عايز يتمدد، لدرجه ان الفرق بينهم بيبقى هو ده البلور ساك يزود، يعني لما السبيس يزيد الضغط يقل. relaxation volume هو ده ناتج عن القصة اللي أنا بقولها دي. The lung and chest wall have relaxation volume at which they are neither stretched or not compressed. بمعنى آخر هما في حاجة اسمها relaxation volume، ولا بيخلي هذا الفوليوم ولا بيخليهم متمددين قوي ولا منكمشين قوي. relaxation volume حوالي 6.1 لتر لللانج، 3.5 لتر للشيست وول. However في نهاية النورمال اكسبيريشن the respiratory muscle are relaxed. في نهاية النورمال اكسبيريشن لما الريسبيراتوري ماسل بتبقى ريلاكسد، اللي احنا قلناه اللي هم الدافرام والاكسترا انتركوستال ماسل، الفوليوم بتاع اللانج والشيست وول بيبقى حوالي 2.8 لتر اللي هو الفانكشنز دول كباسيتي. يعني ايه فانكشنز دول كباسيتي؟ يعني كمية الهواء المتبقية في الرئة بعد النورمال اكسبيريشن. اللانج كونتينوسلي تند تو ريكويل عايزة تنكمش، يعني 2.8 ده عايزة تبقى 6.1 اللي هو الريلاكسيشن فوليوم بتاعها ده. الشيست وول كونتينوسلي عايز يتمدد من 2.8 الى 3.5 ده عايز يتمدد، ده عايز ينكمش، ده عايز يتمدد، فبيخلقوا فراغ بينهم يخلي الضغط نيجاتيف. الهواء انتروديوسد في البلورا زي في حاله النيموثوراكس، النيموثوراكس الهواء بيدخل في البلورا الكافيتي، ما ده زياده في هواء في البلورا الكافيتي اسمها نيموثوراكس، الهواء في البلورا اسمه نيموثوراكس. ده بيعمل ايه؟ هيضيع النيجاتيفيتي بتاع الانترا بلورا بريشر، هو بقى نيجاتيف اصلا. لما الهواء يدخل يبقى فقد النيجاتيفيتي بتاعته، وبالتالي هيبقى الضغط في البلوره اعلى من الضغط في الرئه، فنلاقي الرئه تنكمش. والشيست وول ما هو الرئه لما تنكمش الضغط ده هيضغط على الناحيتين، يضغط على الرئه يخليها تنكمش، ويضغط على الشيست وول من الناحيه الثانيه يخليها يتمدد، يبقى الضغط اللي في البلوره ده هو محصور بين حاجتين، بين الرئه وبين الشيست وول، يضغط على الشيست وول يتمدد، ويضغط على الرئه تنكمش. ده المشكله في النيموثوراكس. ده قلناه بالتفصيل. وهنا اللي بيحصل في النيموثوراكس مفيش نيجاتيف انترا بلو بريشر. ايه اهميه النيجاتيف؟ هو ليه نيجاتيف؟ ليه ربنا خلق الانترا بلو بريشر الضغط في البلو نيجاتيف؟ اولا ده بيساعد لانج اكسبانشن في الانسبيريشن، بيساعد عوده الدم الوريدي الى القلب زي ما ناخد في الكارديو باسكولار ان شاء الله، بيساعد تدفق السائل الليمفاوي الى منطقه الصدر لمفاوي الدرينج،
بيساعد البلمونري بلاد فلو دخول الدم الى الاوعيه الدمويه في الرئه نفسها. بيتقاس ازاي؟ الانتربال بريشر بيتقاس ميركوري مانومتر بجهاز الضغط الزئبقي، ده بصوره دايركت تدخل على طول ابره في البلوره نفسها الضغط مباشره، او في الانترا اوسفجيال بالون ده اندايركت بندخل بالون متصله بجهاز ضغط في الاسوفجاس على اعتبار ان الاسوفجاس موجود لوزلي ريليتد ليه. يبقى الانترا اوسفجيال بالون ده بنقيس البريشر وين موفمنت اوف ذا اوسفجاس ستوب نو دايليتيشن نو كونستريكشن ات ذيس مومنت البريشر في الاسوفجاس صار انترا بلور بريشر. يعني احنا حركه الاسوفجاس اول ما لها وقفت ولا بيوسع المريء ولا بيضيق معنى كده ان بيتساوى الضغط هو والبلوره اللي جنبه على طول، يبقى ده هيساوي الضغط اللي موجود في البلوره اللي جنبه على طول، ده اسمه الانترا بلور بريشر، نعرفه بطريقه غير مباشره عن طريق الانترا اوسفجيال بالون. احنا قلنا فيه ضغوط انترا بالمونري انترا بلورال اللي هو موجود، وادى الاسوفجاس اهو الاسوفجاس اهو موجود اهو، بندخل البالونه في المريء كده وتتاثر بالضغط هنا. لو الاسوفجاس ده ولا البالونه بتوسع ولا بتضيق اللي دخلناها ديت مع كان الضغط هنا زي الضغط هنا، يعني لو الضغط في البلوره عالي عن الضغط في المريء يبقى هي هتضيق، لو الضغط في المريء عالي عن الضغط في البلوره يبقى هتوسع البالونه دي ولا نوصل لمرحله ولا تدي ولا توسع، يبقى الضغط هنا تساوي مع الضغط هنا، يبقى نقيس الضغط في المريء كده هو ده الضغط فين؟ يمثل الضغط في البلور على طول. الانترا بالمونري بريشر بقى اللي هو داخل الالفيولاي بقى اللي هو بيساوي ناقص واحد اتموسفيريك في الميد انسبيريشن في نص الشهيق، بيساوي زيرو في نهايه الانسبيريشن، بيساوي واحد زائد واحد في نص الاكسبيريشن، بيساوي زيرو في نهايه الاكسبيريشن. وده اللي بيوقف التساوي ده، يعني نسوي زيرو ده هو اللي بيوقف الزفير، هنا زيرو ده اللي بيوقف عمليه الشهيق عشان ينهيها ويبدا العمليه اللي بعدها. واي مور نيجاتيف بريشر ات ذا ماكسيمم انسبيريشن، يعني ليه بيوصل الضغط مور نيجاتيف في الانسبيريشن الفورس ات ذا اند ماكسيمم انسبيريشن ذا لانج از ماكسيمم ستريتش، بتبقى المقطع الاخر كريت مور نيجاتيف انتر بريشر ناقص 6 نيوتن سو ات هاز ماكسيمم ريكويل تندنسي، يعني كل ما اللنجة مطتها اكتر في الشهيق كل ما هتيجي تعمل في الزفير تيجي تنكمش بسرعه، عندها تندنس بسرعه تنكمش يعني ستار كويس. مين فالزالفا ده بقى؟ فالزالفا ده اسم عالم من العلماء سمي فالز يعني محب، كلمه فالز معناه محب بالروسي يعني كلمه روسيه اصلا، فالز يعني محب، الفا يعني الرقص محب الرقص، ده واحد روسي اسمه فالزالفا. قال ايه بقى فالزالفا ده؟ فالزالفا قال ان انت تعمل ايه؟ اعمل فورس اكسبيريشن بس ما تطلعش الهواء، يعني تعمل زفير عنيف حاول تخرج الهواء بعنف وانت قافل بقك وقافل النوز الانف والبق، يعني قافل النوز والبق، يبقى الهواء هيتحبس داخل مين؟ يعني الهواء هيتحبس داخل الرئه فيرفع الانترا بلور بريشر، يعني الهواء يتحبس. بيحصل في حالات دي بقى ايه؟ بيحصل في الستريننج اثناء الديفيكيشن ميكتوريشن فوميتنج الليبر انترا بلور بريشر بيزيد نتيجه الكلوجر بتاع جلوتوس ليدنج ابروكسيميشن للشيست وول تو ذا لانج، يعني ده بيخلي انت ضغطت بتضغط على الرئه جامد، يعني تضغط عليها جامد عشان تطلع الحاجات اللي موجوده فيه. ده فالزالفا، ده مولرز، سوري ده مولرز اللي عمل الديب انسبيريشن، يعني خد نفس واكتمه، خد نفس جامد واكتمه. مولر بتاع الانسبيريشن، لكن فالزالفا بتاع الفورس الاكسبيريشن. ده فالزالفا، هذا الفورس الاكسبيريشن، اعمل فورس يعني طلع زفير عنيف واقفل بقك ومناخيرك كده اقفلهم الاثنين، ده اسمه بوزيتيف انترا بلورال بريشر فالزالفا. فكره بسيطه عن نيموثوراكس، طبعا الاخوه بتوع الامراض الصدريه هيقولوا بالتفصيل، لكن هو نيموثوراكس معناها وجود هواء في البلورال كافيتي. انواعه واسبابه لما كلوزد نيموثوراكس اللي هو الانترنال نيموثوراكس بيحصل في التي بي مرض الدرن والسيول الرئوي اثناء يورينج السيفير كف نتيجه كلوزد تروما، الانترا بلور بريشر بيبقى نيجاتيف نوتش نو كولابس في اللنج، ده مواصفات كلوزد نيموثوراكس، يعني فتحه واتقفلت يعني ما فضلتش فتره طويله فما عملش تغيرات واضحه. طب الاوبن نيموثوراكس بقى الاكسترنال نيموثوراكس، اولا في شيست تروما، الانترا بلور بريشر ما هي فتحه بقت فتحه في الصدر وفتحه على الشارع، بقى الضغط الجوي جوه الصدر زي الشارع اتموسفيريك،
اللنج يحصل لها مايلد كولابس. طب فالفولار نيموثوراكس الفتحه دي عملت فالف لايك اكشن زي الصمام، دخل هواء داخل تجويف الصدر وما تخرجوش، دخل هواء في البلوره الهواء يدخل ما يخرجش، الضغط في البلوره هيرتفع فده يضغط على الرئه فيعمل لها لانج كولابس. النيموثوراكس ممكن يكون نتيجه رابشر الانفيزيمتاس بولي، يعني الانفيزيمتاس بولي دي اللي هي بعض الانتفاخات اللي موجوده في مرض الانفيزيما، لمرض اللي هو بنسميه التمدد الرئوي، فبتحصل لها رابشر تلقائي فتفتح الالفيولاي على البلوره فيبقى جاي الهواء من الالفيولاي مش نتيجه فتحه في الصدر. يعني ارتفيشال نيموثوراكس ده ما بيتعملش دلوقتي، كان بيتعمل باحد طرق العلاج زمان في علاج الضرر والسل الرئوي، يعني كانوا بيعملوه باحد طرق علاج الضرر والسل الرئوي. يبقى ده التروماتيك نيموثوراكس. تروماتيك نيموثوراكس الكولابس اللنج اهو، شوف كل ده هواء رفع الضغط هنا وضغط على الرئه. الاسبونتينيوس ده زي الانفيزيما، بقول لك حضرتك ان الالفيولاي حصل رابشر للانفيزيمتاس بولي، فتحت الهواء جه من الحويصلات دخل في الرئه هنا من اهو، دخل في البلورا، ده اسمه اسبونتينيوس اللي بيحصل في الالفيولاي. انواع النيموثوراكس عامه بقى، في تنشن نيموثوراكس، كاتيميا نيموثوراكس، ياتروجينيك انديوسد باي دكتور، تروماتيك، ارتفيشال، اكسترا بلورال، اوبن نيموثوراكس، سبونتينيوس نيموثوراكس. عامه يعني تاثير النيموثوراكس الريلاكسيشن فوليوم بتاع اللنج 1 لتر اند شيست وول اكسبانت 5 لتر، التراكيه للميديستاينال شيفت، سيفير بين، شورتنس اوف ذا بريس يعني ديسنيا يعني هجان، بايلاترال اور فالفولار، تنشن نيموثوراكس از فيتال، ده لو حصل يبقى مميت. دي الكولابس بتاع اللنج، يعني اللنج الهواء ده ما في البلور كافيتي، ده الهواء هنا مال البلور كافيتي وضغط على الرئه عامل اللي هو الكولابس ده نيموثوراكس، ده نيموثوراكس اللنج. المانيفستيشن بتاع النيموثوراكس الاعراض ديسنيا يعني هجان، سيانوزيس عام بزرق، شيفت اوف كاردياك اوتبوت تو هيلس لانج يعني الدم اللي كان رايح كله بيروح ناحيه الرئه السليمه، شوك العين بيبقى ضغطه منخفض جدا، زياده الانتراثوراسيك بريشر بيقلل الفينوس ريتين، عوده الدم الوريدي الى القلب، بيقلل الكارديك اوتبوت، يقلل الارتيريا بلاد بريشر الضغط، ويدخلنا في شوك. سويتنج العين بيعرق طبعا، دي ستريس، حاله ستريس وسمباثيك العين بيعرق. تريتمنت بنديله فريش هايبربوليك اوكسجين يعني اوكسجين تحت ضغوط مرتفعه، واسبيريشن للاير اندر ووتر سيل، ده الاندر ووتر سيل. اندر ووتر سيل ان احنا بندي العينه دي جايه من العينه اهوت من البلوره بتاعت العيان، الهواء داخل كده على انبوبه فيها ميه، ماسونه فيها ميه، ميه هي وبعدين فقاعات الميه بتطلع كده، ده الميه دي عشان نمنع ان الهواء ده يرجع تاني فين الرئه، بناخد الهواء من الرئه كده بنسحبه اندر ووتر سيل ونطلعه في الشارع كده، دي الدرين بتاع الهواء بتاع العيان. طيب نشوف السؤال ده، واحد عنده 35 سنه دي الاي ار ايمرجنس روم طوارئ افتر رود تروماتيك اكسيدنت حادثه، فبي كومبلينينج اوف رايت سايد شيست بين الم في الناحيه اليمين، اون اكزامينيشن بالفحص عنده كونشسنس اليرت يعني هو صاحي لسه وفايق واورينتد عارف الدنيا حواليه وعارف الناس والاشخاص والمكان، انفيزيما في عنده انفيزيما في الابر شيست اند نيك يعني في انفيزيما في الشيست والنيك، شيست اكس راي رايت سايد نيموثوراكس ونيوموديستاينم في هواء في الميديستاينم وهواء في اللنج البلورا. What is the diagnosis? Tension pneumothorax, open pneumothorax, tracheobronchial. Tracheobronchial عشان الحركة دي، عشان الميديستاينم. ده tracheobronchial pneumothorax، دي الإجابة. هيمو ده يعني في دم في البلورة. Transpulmonary pressure اللي هو الفرق بين الانترابلمونري والانترابلمونري بيبقى زيرو في حالات مين؟ في نهاية الانسبيريشن، نهاية الاكسبيريشن و الاكسبيراتوري بوز. يبقى ترانسبلمونري بريشر يبقى زيرو في نهايه الانسبيريشن، نهايه الاكسبيريشن وفي الاكسبيراتوري بوز، يعني اللي فيها توقف في التنفس ولا شهيق ولا زفير، يبقى الفرق زيرو طبعا. يبقى ولا تتمدد ولا بتنكمش. نختم بقى المحاضره. ورك اوف بريزنج يعني الشغل اللي بتبذله الرئه. الشغل اللي بتبذله ده ورك اوف بريزنج. ايه الشغل ده؟ شوف. Work of breathing أثناء النورمال tidal breathing يعني أثناء التنفس الطبيعي، التنفس الطبيعي في الريسك. أثناء النورمال quiet respiration the work is done only during the inspiration. في work بس عشان دي العملية الأكتف. يعني الاسبيريشن الانسبيريشن النشاط الشيك هو الأكتف.
اثناء الريسبيراتوري ماسل كونتراكت اللي هو الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل. فنعمل اكسبيريشن ما بنبذلش شغل ليه؟ لان هي عمليه بس يعني بتحصل ريلاكسيشن جاست بس نتيجه ريلاكسيشن لعضلات الشهيق. الريست ورك اوف بريزنج اباوت 1-2% من التوتال بادي انرجي اكسبندشن، يعني من مجرد بستغل الطاقه قليله جدا عشان عمليه التنفس، مش محتاجه كتير من الطاقه المنتجه في الجسم كله. ايفن ديورنج الهيفي اكسرسايز يعني ما بتزيدش قوي حتى، يعني احتاجنا الطاقه قليل، الورك بيزيد بس من 1-2-3-5% اثناء الاكسرسايز احتياجاتنا من الطاقه المنتجه في الجسم كله. انواع الورك، انواع الورك ايه؟ انواع الورك اوف بريزنج، اولا انا هبذل شغل عشان اتغلب على بعض المشاكل بتقابلني وانا بتنفس، ببذل بس طاقه عشان اتغلب على المشاكل. ايه اول حاجه؟ الكومبلاينس ورك، الرئه قلنا بتميل الى ان تنكمش، الرئه الاستيك ريكويل، الرئه تميل الى ان تنكمش، فانا عايز افردها، عايز اعمل لها تمدد اثناء الشهيق، لازم اتغلب على قوه الاستيك ريكويل بتاعتها دي. هو ده اللي بنسميه، بنستهلك حوالي 65% من الورك الاجمالي. يعني التشو فريكشنال ريزيستنت ورك ده، انا عندي الرئه موجوده داخل تجويف الصدر، ده صدر عضلات وعظم، وعايز افرد الرئه داخل هذا التجويف اللي هو فيه عضلات وعظم، فببذل حوالي 7% من التوتال ورك. الاير واي فريكشن ريزيستنس اللي هي مقاومه ممرات الهواء، انا عندي انا الهواء بيمر ويقابله حتت ضيقه وحتت واسعه الممرات نفسها، فانا عشان اتغلب على القطر بتاع الشعب الهوائيه والقصبه الهوائيه ببذل 28% في التوتال. يبقى عندي 3 ورك، كومبلاينس ورك بتغلب على اللي هو ميل الرئه الى ان تنكمش الاستيك ريكويل، بتغلب على العظم والعضلات في منطقه الصدر والاستيك وول، بتغلب على ممرات الهواء، في 3 ده سبب الورك اللي انا بعمله وسبب الشغل اللي انا بعمله. ما هي العوامل المؤثره في الورك اوف بريزنج؟ في حاجات بتزود الكومبلاينس ورك، يعني ببذل شغل لو عشان اتغلب على الاستيك ريكويل، زي في حالات الفايبروزس واللانج كونديشن عندما تفقد الاستيك ريكويل، يبذل الشغل زايد في اللانج كونديشن وفي الفايبروز. تشو ريزيستنس ورك بتغلب، ببذل شغل كتير عشان اشوف مشاكل البون والعظم، ده لو في مرض في العضلات او مرض في الثراث الكيج زي الكايفوس كوليوزس اللي هو العيان اللي عنده ديفورميتيز في الفيرتيبرال كول. الانكريز الاير واي ريزيستنس لما يكون عندي عيان عنده ضيق في الشعب الهوائي والقصبه الهوائيه، دخل هواء رغم عن انف هذا الضيق، فلازم ابذل شغل عالي. ده بيحصل اوبستراكشن في اوبستراكتيف لانج ديزيز، زي بيحصل اوبستراكشن في الاير واي، زي في مرض الانفيزيما التمدد الرئوي، كرونيك برونكايتس مرض التهاب الشعب المزمن، الازمه اللي هو مرض الربو الشعبي، كوزنج انكريز اكسبيراتوري ورك، يبقى الورك اكتر اثناء الزفير عقب انت بتطلع الهواء اكتر. دي الريفرنس اللي ممكن نلجا بيها في المحاضره، تستعينوا بيها حضراتكم، دي الريفرنس تلجاوا ليها في اي ايتم في المحاضره. وانا شاكر لحضراتكم جدا على واسف على الاطاله، يعني شكرا، شكرا جزيلا. في تنويه بس احب انوه ليه، معايا دكاتره معاك يا دكتور، معاك معاك يا دكتور، كده احنا خلصنا الجزء ده. في تنويه بس يعني عشان نعرف هنتعامل مع بعض مع ايه الاديشنال ريسورس بتاعه الريسبيريشن دي. هو لما تشوف الاديشنال ريسورس، لو هنشوف بس اللي هو في الحاله، وطبعا في محاضره ليها الاسبوع اللي جاي اللي هي الميكانيزم والكنترول اوف بريزنج، دي محاضره كبيره خلاص، موضوع كبير. فالمحاضره هي التفاصيل انا مسجلها بطريقتين، مسجلها عندي بطريقتين، طريقه فيها التفاصيل كلها. يعني ايه التفاصيل كلها؟ يعني المحاضره تشمل ما هو مرفوع على البلاتفورم اللي هو الشابتر زائد الاديشنال ريسورس مشروحه بالتفصيل في محاضره كامله. يبقى في محاضره ممكن ابعت لكم اللينك بتاعها مع الليدر مع محمد، المحاضره دي عباره عن الميكانيزم اوف بريزنج اللي هو البريفرال اللي هو الكيميكال والنيرفس ريجوليشن بتاع البريزنج والميكانيزم اوف ريسبيريشن. دي محاضره طويله فيها تشمل الاتي، هو عشان نوضح بس النقطه دي للجميع، تشمل الشابتر اللي مرفوع على بلاتفورم، يعني المحاضره اللي مرفوعه على بلاتفورم اللي هي البي دي اف، زائد الاديشنال ريسورس. ايه بقى ليه انا المحاضره دي عاملها طويله وليه بقول لحضراتكم عليها؟ الاديشنال ريسورس احنا رافعين 2 تكست مرجعين، يعني في مرجعين كبار من غير هايلايت، من غير لون اصفر ولا بتاع، يعني مطلوب منك تذاكرهم كلهم. مرجعين، مرجع في الحاله الاولى وفي مرجع في الحاله الثانيه كاديشن ريسورس، مطلوبين من حضرتك كاديشن ريسورس في الحالتين دول. فانا لانا ايه وجهه نظر، انا طبعا لما اشرح المحاضره الاسبوع الجاي هتبقى محاضره قصيره، هي المحاضره الرسميه اللي مطلوب اللي مرفوعه على الشابتر على البلاتفورم، دي المحاضره القصيره خلاص.
معناها ان انت لو سمعت المحاضره فقط اللي هي بتاعه الاسبوع اللي جاي اللي هقولها دي، معناها ان انت لازم تذاكر اديشنال ريسورس. طيب انت عندك تو اوبشن دلوقتي، تسمع المحاضره اللي هقولها اللي هي موجوده على الشابتر عادي خالص اللي مرفوعه على البي دي اف، وعندك تذاكر اديشنال ريسورس اللي في الحالتين الاولى والثانيه ما يتعلق بموضوع الكنترول اوف بريزنج او الميكانيزم اوف ريسبيريشن. الاوبشن الثاني بقى انت تسمع المحاضره الطويله، يعني هشرح المحاضره القصيره وهديك اللينك بتاع المحاضره الطويله، تقوم انت تمسك البي دي اف بس وتزود المعلومات اللي انت هتزودها بس من المحاضره الطويله دي من غير ما تقرا اللي هو الشباب اللي هو الاديشنال ريسورس خالص. المحاضره الطويله تغنيني على الاديشنال ريسورس، ده اللي اقصده من الكلام. المحاضره اللي هتتقال رسمي هي في ميعادها ان شاء الله الاسبوع الجاي، المحاضره دي يبقى انت بحاجه الى الاديشنال ريسورس. طب انا مش عايز اقرا الاديشنال ريسورس كلها لانها طويله جدا، ده مراجع انا هنزل لكم اللي هتشوفوها ان شاء الله مراجع كثيره هتاخد وقت طويل، يبقى البديل عنها ان انا اشوف اللينك بتاع المحاضره الطويله اللي هديها لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي هو مع الليدر بتاعك. فالاوبشن ليك انت براحتك، يعني عايز تشوف المحاضره الطويله واي زياده فيها تزودها على الشابتر اللي معاك، اي معلومه زياده فيها يبقى انت كده خلاص ذاكرت الاديشنال ريسورس والمحاضره. مش عايز تشوف المحاضره الطويله يبقى انت الحل الثاني ان انت تبص على الاديشنال ريسورس اللي موجوده عند حضرتك في البلاتفورم وتذاكرها، لان هو الدكاتره لما بيحطوا الاسئله هو بيشوف الاثنين، بيشوف المحاضره والاديشنال ريسورس. ده بالنسبه للاديشنال ريسورس الخاصه بالجزئيه دي بالتحديد اللي هو الميكانيزم او الكنترول اوف بريزنج الاثنين دول بس. لكن هو في احنا منزلين برده حاجات تخص البالونري فنتليشن والكلام ده، هي المحاضره دي كافيه مش محتاجه انا اديشنال ريسورس في هذا الموضوع اللي انا شرحته النهارده ده، هذا كافية فيها كل حاجة، فيها الموضوع والأديشنال ريسورس فيها كل حاجة. حضرتك النهاردة دي كافية بالقدر الكافي خالص يعني. بس وشكرا لحضراتكم. أنا بس عايز أي استفسار لحضراتكم أو أي كومنت على الكورس في بدايته أو محتاجين أي حاجة تقولوا لي، لو في أي دروباك أنتوا حاسين إن في مشكلة أو حاجة معينة يعني عصرتوها قبل كده في الكورسات السابقة وعايزين نتفاداها في الـ CRF يعني تحت أمر حضراتكم. اي استفسار لحضراتكم او اي اقتراح دكاتره؟ دكتور عندي سؤال ممكن؟ اتفضل يا حلو. يعني دكتور في المحاضره انت قلت لما الواحد يتنفس اكسجين 100% هذا يقلل افراز الخلايا تايب 2 في الرئتين، ليش؟ لانه بيدمرها دايما، هو مضر عامه اللي هو الاكسجين 100% ده مضر، لان الطبيعي الهواء الجوي فيه كام يا حبيبي اكسجين؟ عارف خمسه بس اكسجين، خمسه هل تنفسه فيه خمسه بس اكسجين؟ لكن كنا تنفس 100% اكسجين كده من غير نيتروجين ولا CO2 ولا ميه، هي الفكره في الميه، بخار الميه هو الفكره فيه بس، يعني من غير بخار ميه حتى بيلطف ويعمل هيوميديفيكيشن في الالفيولاي ويرطب الجو شويه، لكن الجفاف ده بيدمر. انت بمنتهى البساطه لما شفايفك يصيبها الجفاف مش بتتشقق لما شفايفك يصيبها الجفاف الا صح دكتور صح بتتشقق، هذا ما يحدث في الالفيولار لما تدخل لها كده هواء جاف كده ما فيش فيه ميه خالص كده اكسجين كده اهو 100% بس اكسجين كده، كل الهواء اللي بتنشئه اكسجين ده بيدمر الحواسيات الهوائيه، بيدمرها تماما. فلما يدمرها هي يدمر الخلايا تفرز السيرفكتانت، فدي مصيبه في حد ذاتها. سؤال اخر اي استفسار اخر يا دكاتره؟ طب في الكورس نفسه عندكم اقتراحات في الكورس نفسه؟ في اي مشكله في الكورس نفسه؟ لا نلغي. ايوه دكتوره اتفضلي اي استفسار؟ دكتور عندي استفسار بس اذكر في دكتوريات قال انه في متطلب نجيب سماعه او شيء زي كذا، هل نحتاجها يعني في البراكتيكال ولا؟ طيب احنا بالنسبه للسماعات احنا بالنسبه لنا احنا انت مفروض موجود في اسم الفسيولوجي، يعني في معامل الفسيولوجي في سماعات خلاص، يعني في الميل والفيميل سايد، يعني في شطري البنات والبنين موجود سماعات، بس السماعه مش مسموح تاخدها معاك بره المعمل، يعني تشتغل بيها في المعمل جوه وتسلمها لجوه زي ما استلمتها تسلمها واشتغلت بيها تسلمها في مكانها اللي انت خدته منه. فتسهيلا للامور وتسهيلا طبعا احنا في جو دلوقتي يعني الاجواء حاليا بتبقى فيها انفكشن بقى، والكورونا هي ما راحتش على فكره الكورونا يعني، لكن زميلك يمسك السماعه وانت تمسك السماعه مكانه وانت مش عارف ايه، الثانيه دي ده اوبشن لحضراتكم وليس اجبارا، اوبشن ان انت تجيب سماعه خاصه بك انت ده اوبشن.
طب واحد يقول يا دكتور طب انا عايز انا لما اشتري سماعه يعني انواعها ايه؟ في انواع في الصيدلي في البتاع ده في شركات الادويه في سماعات صيني، دي حاجه تبقى اوبشن ليك انت، لكن احنا متاح عندنا في اسم الفسيولوجي سماعات لاستخدامك اثناء المعمل. خلاص انا بقول لك اهو، انت يعني في سماعات عندنا كافيه لحضراتكم تستخدموها وتقيسوا الضغط وتسمعوا كل حاجه ومفيش مشاكل خالص. لكن في بيتك بقى المفروض، والدكتور اياس هو يقصد كده، ان المفروض انت بقيت خلاص اتعلمت لازم تمارس تقيس الضغط في اللي عندك لوالدك ووالدتك في البيت لاخواتك اللي مش عارف ايه، تسمع اصوات البتاع وتتعود عليها مع اي حد وهكذا. عشان الممارسه دي يبقى يفضل يبقى معاك سماعه وجهاز ضغط خاص بيك انت، يعني بتوعك انت شخصيا. من ادق الاجهزه للسماعات السماعه اسمها ليتمان، هي الماني طبعا، دي مش دعايه للشركات، بس هي السماعه دي هي حساسه في الاصوات، ودي اللي ممكن تعيش معاك بقيه عمرك لو انت مش كل شويه هتغير السماعه، يعني تبقى معاك بقى بقيه حياتك تمارس بها. واجهزه الضغط كل ما هو زئبقي، يعني انا عايز اقيس الضغط بصفه دقيقه يبقى انا بتعامل مع الفيزياء قوانين الفيزياء في الزئبق، يبقى كل ما هو زئبقي. لكن اجهزه الضغط اللي هي الديجيتال وفيها نسبه فلسي فيها نسبه اخطاء في القياس، حتى الشركه نفسها بتبقى كاتبه لك في البامفلت في الكتالوج بتاعها في نسبه في القياس خطا مش عارف كام. يعني الاجهزه الثانيه اللي هي الالكترونكس الهوائي بقى جهاز الضغط الهوائي والالكترونكس والديجيتال ومش عارف ايه في نسبه خطا فيه، لكن جهاز الضغط اللي بيقيس الضغط بالظبط وتقراه كما هو وطلع لك القرايه كما هو في العين بالظبط، هو جهاز الضغط اللي هذا يحتوي على زئبق. الزئبق عارفينه اللي هو المتعارف عليه، هتشوف في السكشن عندنا، هتشوف في المعمل او شفتوه الاسبوع ده اللي اشتغل منكم عملي عندنا يعني شافه اكيد، يعني خد بالك اللي هيشتغلوا عملي عندنا في قسم الفسيولوجي هتقيسوا الضغط عندنا وتشوفوا السماعات وبتاع. السماعات ما تحتوي على زئبق، برضو في منها اللي هو الالماني ده انضف انواع السماعات واجهزه الضغط اللي هو ما هو الماني، في ياباني بقى وفي صيني وفي مش عارف ايه، لكن هو في الطب عامه الاجهزه تفضل تبقى الماني. اي جهاز في حياتك يعني في مثلا في الطب يبقى الماني احسن. بس دي ما يتعلق باجهزه الضغط والسماعات، موجودين يا جماعه متوفرين عندنا في المعامل، لكن هي الفكره ان انتوا احيانا بتحتاجهم تاخدوه البيت وتمارسه في البيت. ده ممنوع لان مفيش فنيين عندنا في البتاع عشان يقعد يمضيك على عهده بقى وقرار ومش عارف ايه، ويعني قصص كده يعني، ده خاص بالمعمل فقط. وصلت يا دكتور يعطيك العافيه. غيره اي استفسار تاني؟ اون حد هيتكلم ولا ايه ولا خلاص؟ دكتور انا عندي سؤال. تفضلي يا دكتور. الان المحاضره اللي راح ترسلها اللي قلت انها طويله، هذه يعني نشوفها هذا الاسبوع ولا نشوف المحاضره حقت الاسبوع الجاي بعدين نشوف المحاضره الطويله؟ يعني ما فهمت مثل انا يعني انا لا المفروض تشوفوها الاسبوع ده لانها طالعه في، يعني هي المحاضره دي بالذات شامله 3 حالات، وانا فهمت محمد يعني شامله 3 حالات، المحاضره الطويله دي شامله وطالعه اي ال او في 3 حالات، يبقى الويت بتاعها في الامتحان عالي. يعني هي اي ال او في الحاله اللي هي الحاله الاولى اللي هو انت المفروض تقولهم الريجوليشن بتاع الريزبشن ده على الاقل الكيميكال الاسبوع ده عشان الهيبوكسيا والاكسجين والحاجات دي اللي جت في الحاله، يعني ده المؤثر الرئيسي في التنفس، يبقى ده الكيميكال ريجوليشن. يبقى باقي الريجوليشن تاني اسمه النيرفس، ده تاخده في الحاله الثانيه. لكن احنا ممكن بس نتسامح مع حضراتكم في الكلوزنج سيشن لغايه ما تاخدوا المحاضره بتاعته وتفهموا الاثنين وتبقوا انتوا لهم على بعض بقى تذاكروه على بعض. بس يفضل اللي عايز يشوفها من دلوقتي، ممكن ابعتها لكم بس يعني مش دلوقتي لما تخلصوا، بس كده يعني بعد يعني نفوت بكره كمان وابعتها لكم اللي عايز يشوفها ويبتدي كده يشوف الكيميكال ريجوليشن. يعني المفروض انتم طالعين في الاجنده الاسبوع ده كيميكال ريجوليشن، المفروض اللي هو الريجوليشن بتاع الريسبيريشن ده الميكانيزم والريجوليشن ده نيرفس وكيميكال. الكيميكال مطلوب منكم في الحاله دي والنيرفس الحاله الجايه. فدي احنا بنتغاضى شويه لان المحاضره انا مخليها في النص على ما تاخدوا شويه، لان لو بدات انا المحاضره دي محاضره صعبه شويه متطلبه في متطلبات ليها اناتومي وهيستولوجي وفيسيولوجي لازم، وفي متطلبات قبلها. فلو بدات بيها الاسبوع ده كانت هتبقى صعبه على تقبلكم، لكن الاسبوع الجاي لما تسمعوها تبقى سهله. بس فانت عايزه تقريها الاسبوع ده انا هبعتها يعني ان شاء الله، يعني هفوت بكره بس وابعتها لكم يوم بكره بالليل كده، ابعتها لمحمد اللي عايز يشوفها من دلوقتي يشوف. دكتور عندي سؤال. اتفضل.
في محاضرة الساعة 2 ولا بتاعة الانترودكشن؟ ايوه. لا لا خلاص فيش محاضرة، ما انا بعت لكم اللينك بتاعها، فهي ما اصلها محاضرة، محاضرة رسمية يعني، فيش فيها انتراكشن بيني وبينكم يعني، محاضرة رسمية. فلو في اي انتوا، انا بعت لكم اللينك بتاعها، لو في اي حاجة فيها بعتولي بس رأي انتوا عايزين ايه وخلاص، سألوني براحتكم يعني. لكن هي فيها العرض، عرض المنهج، فيها تمتحنوا ازاي، نظام الامتحان ايه، فيها البلو برينت، فيها الكورس ده بيحكي عن ايه، يعني انترودكشن عن الكورس. مش انتوا اللينك بتاعها واخدتوه؟ المفروض كنتوا تسمعوه قبل الكورس خالص يعني. انا بعت على الاستاذ تسمعوه امبارح يعني، تسمعوه يوم السبت. انا بعت لمحمد على ان ده بدايه الكورس، تسمعوه يوم السبت. غيره في حاجه تانية يا دكاتره؟ ماشي، شكرا، وان شاء الله يبقى كورس جميل وتستمتعوا بيه من الناحيه الطبيه. والدرجات بتاعته هي معروفه يعني، درجات السي ار اف بتبقى احسن درجات في سنه تانية يعني، فما تشغلوش نفسكم بموضوع الدرجات، اهتموا بالناحيه العلميه وذاكروا كويس وخلاص. استمتعوا بالكورس طبيا كدكاتره بس، ده اللي اقصده، مش كطلبه، كدكاتره استمتعوا بالكورس كدكاتره. شكرا، السلام عليكم.